أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في ثالث حلقات مراجعة ليلة الامتحان لمادة التاريخ. بدأنا أول امبارح المراجعات بالفصل الأول والثاني، وامبارح كان الفصل الثالث والرابع. عايز أأكد لحضراتكم إن مادة التاريخ مادة شيقة، مفيش حاجة في مادة التاريخ بنقول عليها مهمة وحاجة أقل أهمية، كل المادة مهمة جدا ومرتبطة ببعضها ومطابقة لكتاب المدرسة. أحب أطمنكم تاني بتوزيع درجات الفصول للامتحان علشان أولياء الأمور اللي بيسألوا فيها كتير، طبقا لامتحان السنة اللي فاتت دور أول دور تاني والنماذج اللي على موقع الوزارة، بنفكر إن الفصل الأول بيجي عليه 6 درجات، الفصل التاني 12 درجة، الفصل التالت 10 درجات، الفصل الرابع من 7 ل 9 درجات، الخامس والسادس من 6 ل 8، الفصل السابع 14 درجة، والفصل الثامن درجة واحدة. ده طبقا لامتحان السنة اللي فاتت علشان الطلبة وهي بتراجع تبقى عارفة أهمية كل فصل وتدي وقت لمراجعته. نفكر برضو سريعا بأنماط الأسئلة. السؤال الأول، تخير الإجابة الصحيحة من بين ألف أو ب أو جيم أو دال وأظلل على الإجابة وأظلل على إجابة واحدة. السؤال الثاني اللي هو أيد صحة أو ما تقييمك لصحة العبارة أو ما تقييمك لخطأ العبارة. سؤال ماذا كان يحدث إذا، وده سؤال بيكون عكس النتائج، ماذا كان يحدث عكس النتائج. في سؤال حدد أوجه النقد، جزئية من المنهج وفي خلال في مراجعتنا هنأكد عليها برضو، بعمل وجه نقد لهذه الجزئية. ثم سؤال ما المقصود بي، بيجي تعريف في أي فصل من الفصول، شفنا كده السنة اللي فاتت دور أول ودور تاني ما المقصود. السؤال الجميل جدا 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 والسهل جدا واللي فيه شغل على طول، سؤال ما العلاقة بين أو ما الارتباط بين. ثم وجهة نظرك، الدروس المستفادة، تقييمك دائما ممكن يكون فيه شيء سلبي وشيء إيجابي، الدروس المستفادة استفدنا إيه من الحدث التاريخي اللي حصل. ثم حدد الآثار أو النتائج، المقارنة اللي كتير بيسأل فيها، المقارنة إذا كانت من فصلين مختلفين فتأكد إن في ارتباط بينهم، أو أنا وأنا بكتب في كراسة الإجابة البوكلت إن شاء الله يوم السبت، أنا عارف إن الجزء ده في الفصل الثاني والجزء ده في الفصل الرابع، الفصل الثالث والسابع، أنا ما يهمنيش غير إن أنا مذاكر الجزئيتين أكتبهم. ثم السؤال المقالي. هنسترجع مع بعض أسئلة كده سريعة على الفصل الثالث والرابع سريعا قبل ما نبدأ لمراجعة الخامس والسادس، وان تيسر لينا في مدة الساعتين نراجع جزء من السابع، لان الحلقة دلوقتي من 3 ل 5 ان شاء الله بتتعاد الساعة 2 صباحا. بعض الاسئلة ياريت لو تكتبوا ورانا فيها بالراحة كده. لو انا جيت اقول في سؤال تخير او نعمله مثلا اكمل عشان يبقى سريع، بقول تم اعادة العمل بنظام المراقبة الثنائية في عهد، تم إعادة العمل بنظام المراقبة الثنائية في عهد. نظام المراقبة الثنائية اللي صدر في عهد إسماعيل باقتراح من الأجانب، هذا النظام توقف بعد إدخال وزيرين إنجليزي وفرنسي في الوزارة. طيب مين اللي أعاد هذا النظام؟ توفيق. توفيق لما شكل الوزارة بعد إقالة شريف في سبتمبر 1879 أعاد نظام المراقبة الثنائية. كان توفيق مشكل الوزارة لحين عودة رياض من أوروبا. اللي اعتمد الإجراء رياض، يبقى المراقبة الثنائية إسماعيل توقفت بعد إدخال وزيرين إنجليزي وفرنسي. اللي أعاد نظام المراقبة الثنائية توفيق، واللي اعتمد هذا الإجراء هو رياض باشا. يبقى دي نظام المراقبة الثنائية. تفكرني برضو لو انا عايز اتكلم عن ازدواجية الفكر والثقافة، ازدواجية الفكر والثقافة بدأت ظهرت تعمقت، بدأت منذ ايام الحملة الفرنسية والتي تعود جذورها الى ايام الحملة الفرنسية، ظهرت في ايام محمد علي، كان طلاب الازهر الذين حصلوا على قسط معقول من التعليم الديني التحقوا بمدارس عامة مدنية الطابع،
ثم تعمقت بعد زيادة دخول المدارس الأجنبية في عهد عباس وسعيد. إيه شبه الجزئية دي تاني؟ سياسة النجلزة. سياسة النجلزة مين اللي أقرها؟ المستشار الإنجليزي اللورد دافرين اللي هو سفير بريطانيا في الأستانة. طيب سياسة النجلزة اللي عملها اللورد دافرين، طب توقفت في عهد مين؟ اللورد غورست. طب اللي أعادها اللورد كيتشنر. ديت معظم الحاجات اللي هي ممكن نلاقي ليها تتابع. يبقى نظام المراقبة الثنائية تمت في إسماعيل، توقفت حين إدخال وزيرين إنجليزي وفرنسي إلى الوزارة، أعادها توفيق مرة أخرى، واعتمد هذا الإجراء رياض باشا. ازدواجية الفكر والثقافة تعود جذورها لأيام الحملة الفرنسية، ظهرت بوضوح في محمد علي، تعمقت في عهد عباس وسعيد. سياسة النجلزة اللي هي في القانون الأساسي في الفصل الثالث، اللورد دافرين اللي أوقفها أو ألغاها أو عطلها اللورد غورست، ثم أعادها مرة أخرى اللورد كيتشنر. طيب في سؤال تاني برضو بيقول لي، لو هنكتب كده بالراحة، استقرت الملكية الزراعية أو الملكية آسف الفردية للأرض الزراعية بصدور قانون. استقرت الملكية الفردية للأرض الزراعية بصدور قانون، على طول قانون الايه؟ المقابلة. طب لو حبيت اقول عليها حاجة غير مباشرة، طيب في عهد مين؟ يبقى في عهد اسماعيل. يبقى استقرت الملكية الفردية للأرض الزراعية بصدور قانون المقابلة في عصر اسماعيل. طيب قانون، احنا حافظين قانون التصفية 1880 وحافظين الأحكام بتاعته. لا أنا هنا لما أقول قانون أصدره رياض باشا، أنا عايز أخلي الطالب يستنتج هو صدر في عهد مين. قانون أصدره رياض باشا جعل نصف إيرادات الحكومة لسداد الدين، يبقى قانون التصفية ده ما فيهاش حفظ واستظهار. قانون أصدره رياض باشا جعل نصف الإيرادات لسداد الديون هو قانون التصفية. قام الخديوي توفيق بعزل رياض باشا 1881 بناء على رغبة، قال دولتين يبقى انجلترا وفرنسا، قال قنصلي يبقى انجلترا وفرنسا. ظل عرابي وزيرا للحربية والبحرية ورئاسة الجيش في عهد وزارة توفيق. يعني أنا عندي في الفصل الثالث الخديوي توفيق شكل الوزارة مرتين. أهم ملمح في الوزارة الأولى ان هو اعاد نظام المراقبة الثنائية. المظهر في الوزارة الثانية ان ظل عرابي بناء على رغبة الضباط وزيرا للحربية والبحرية ورئاسة الجيش. طيب زادت الاستثمارات الاجنبية في زمن الاحتلال البريطاني خاصة في مجال الزراعة، خاصة في مجال الزراعة اللي هي الجزئية بتاعت البيوع الجبرية. الوفاق الودي كلنا عارفين وشطار ان هو كان 1904 بين انجلترا وفرنسا، هو بين انجلترا وفرنسا. يعني انا لو قلت كده تم الوفاق الودي، تم الوفاق الودي بين انجلترا وفرنسا، طب ما انا كده الطالب يقول لي حضرتك جاوبت عليه، في اطار تحالف، في اطار تحالف مين؟ انا مثلا الاختيارات هقراها لكم كده لو حد بيكتب ورايا بالراحه. تم الوفاق الودي بين انجلترا وفرنسا في اطار تحالف، الف انجلترا وروسيا، ب انجلترا والمانيا، ج فرنسا وروسيا، د إيطاليا وألمانيا. في سؤال تخير أنا عايز الطالب إن شاء الله يوم السبت يكون هادي، والأول يعلم بالقلم الرصاص عشان في المراجعة إذا كان في شك يمسح الرصاص
ويأكد على الإجابة بالجاف أو بالرصاص، لأن ده السؤال الوحيد اللي لو اتعمل فيه إجابتين سواء صح أو خطأ ممكن تلغى الدرجة منه. فهنا أنا بقول تم الوفاق الودي، عارفين 1904، بين إنجلترا وفرنسا في إطار تحالف مين؟ إنجلترا وروسيا. نأكد تاني، يعني السؤال برضو لما قلنا قانون أصدره رياض باشا ده يعتبر إيه؟ استنتاجي. لما قلت تم الوفاق الودي في إطار، يبقى في إطار تحالف إنجلترا وفرنسا. تمام؟ في سؤال برضو أسس نقط نادي المدارس العليا ودعا إلى جلاء الإنجليز عن مصر. نادي المدارس العليا والحزب الوطني سنة 1907 اللي أسسهم مصطفى كامل بعد حادثة دنشواي. برضو في خلال بعض المراجعات كده في أو بعض الأسئلة الجميلة في الفصل الثالث، أنا مثلا عندي في بداية الفصل في كام مرسوم، فبفرق لأبنائنا الطلاب بالراحة إن فرمان هو قرار من السلطان العثماني، أما مرسوم فهو قرار من خديوي مصر. فنكتب كده كام سؤال مقارنة كده ونبقى نشوف بعد ما تيجي الاتصالات إجاباتكم، ولو في نهاية الحلقة ما فيش إجابات نجاوبهم إن شاء الله. قارن بين مرسوم مارس 1878 ومرسومي مارس 1936. ممكن أقول في عهد من من أسرة محمد علي، في عهد من من أسرة محمد علي. ممكن أقول المضمون بتاعه. طيب أنا عندي لجنة دولية مالية سنة 78 وعندي لجنة دولية مالية 1880 وعندي لجنة دولية برضو اتعملت في باريس في بداية درس الجزائر. ممكن يكون مثلا أوجه للمقارنة أو الترابط في سؤال اللجنة مثلا الدولية 1878 واللجنة الدولية 1824. المذكرة المشتركة الثانية بركز دايما فيها ايه مطالبها؟ استقالة وزارة البارودي، خروج عرابي من مصر، ده جزء حبيت اقيم، هقول موقف سلطان باشا رئيس مجلس النواب. هذا المطلب لانجلترا وفرنسا في المذكرة ممكن اعمل فيه فكرة جميلة جدا، اقول قارن بين مطالب انجلترا وفرنسا في المذكرة المشتركة الثانية ومطالب فرنسا من الجزائر خلال حصارها 1878. ممكن اخد برضو المطالب بتاعت المذكرة المشتركة الثانية واعملها مقارنة مع تعهدات انجلترا لسلطان عمان في معاهدة الحماية. طيب انا عايز برضو بعض الاسئلة في الفصل الثالث نفتكرها واقولها كده سريعا. انا لما بتكلم عن مظاهر تدخل الاجنبي بقول كده بعجالة بعثة كيف، صندوق الدين، المراقبة الثنائية، المجلس الاعلى للمالية. لكن انا لو قلت عمل اسماعيل على استرضاء الدائنين في مصر يبقى انا هركز هنا على صندوق الدين. عمل اسماعيل على استرضاء الدائنين في مصر، هنا هركز على صندوق الدين. طيب لو انا جيت هنا قلت مثلا ما العلاقة بين رياض باشا والمراقبة الثنائية عندما قام الخديوي توفيق خلال رئاسته للوزارة بإعادة المراقبة الثنائية؟ اعتمد رياض باشا هذا الإجراء وقام القنصلين بتقديم لائحة تنظيم المراقبة الثنائية. لائحة تنظيم المراقبة الثنائية جعلت للرقيبين، نركز الحتة دي شوية، نفوذ أقوى من نفوذ وزراء الحكومة، من حقهم حضور جلسات مجلس الوزراء، الاطلاع على بيان الإيرادات والمصروفات، رأيهم رغم أنه كان استشاري إلا أنه كان نافذ المفعول. لو أنا جيت قلت ما العلاقة بين الرقابة الثنائية والزراعة في مصر، اللي هي إلغاء قانون المقابلة اللي مكن الحكومة من جمع أكبر قدر من الأموال والفلاحين دفعوا واستدانوا علشان يبقى ليهم حق ملكية الأرض الزراعية. برضو عندي في عوامل قيام الثورة العربية أبدأ أقسم، أخلي بالي كده ممكن أخدها جزئيات. ما العلاقة بين قانون المقابلة وقيام الثورة العربية؟
ما العلاقة بين قانون التصفية وقيام الثورة العرابية؟ برضو في سؤال جميل جدا، السؤال اللي هو ارتباط، ما مدى ارتباط حادثة، ده السؤال ده في نماذج الوزارة، ما مدى ارتباط حادثة قصر النيل بالمطالب الفئوية 1881؟ ما مدى ارتباط او العلاقة بين حادث قصر النيل، بنقول عندما تم القبض على الضباط الثلاثة عبد العال حلمي، علي شعراوي، احمد عرابي، وتقديمهم لمحاكمة عاجلة في قصر النيل، قام زملائهم الضباط باخذ الجنود ومهاجمة مركز المحاكمة، فهرب مجلس العسكري وتوجه الجميع الى قصر عابدين لمقابلة الخديوي توفيق، وتم عزل عثمان رفقي وزير الحربية بناء على رغبة الضباط، وتعيين محمود سامي البارودي اول وزير حربية. كان امتى؟ في عهد وزارة رياض باشا، في عهد وزارة رياض باشا. هنا شعر الضباط بثقة في انفسهم وقدموا المطالب الفئوية، اللي هو سؤال ارتباط حادثة قصر النيل بالمطالب الفئوية. برضو عندي بعد مطالب مايو 1881 ان كان في علاقة مختلفة ما بين الخديوي توفيق وما بين الضباط. الخديوي توفيق عمل تحجيم وضع الضباط والحد من نفوذهم، حيث حرض الجنود تحت قيادتهم بكتابة تقارير ضدهم. الضباط ازدادت الشكوك لديهم ورفضوا تنفيذ بعض الأوامر العسكرية، زي عدم الذهاب إلى السودان للقضاء على الثورة المهدية، كانوا بيقولوا ان الغرض ابعادنا عن مجرى الاحداث في مصر. تاني حاجة، امتنعوا عن اشراك جنودهم في حفر الرياح التوفيقي، قالوا ان الغرض هو سحب او نزع السلاح من ايدي الجنود. كلها اسئلة صغيرة وجميلة جدا. ايه العلاقة بين حادثة العربة واستقالة البارودي؟ عربة احد الاوروبيين قتلت جندي مصري، زملائه حملوا الجثة ودخلوا الى سراي الخديوي فاستاء من هذا المسلك، تم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، تقدمت عريضة عبد العال حلمي قدمها عشان يخففوا من الاحكام، فاستاء الخديوي مرة اخرى من هذه او من هذا المسلك مرة اخرى، فتقدم البارودي باستقالته. العلاقة بين حادثة العربة واستقالة البارودي. الضغوط العسكرية اللي على وزارة شريف، عندي في الدروس المستفادة لفشل الثورة العربية، بخلي بالي ان انا ممكن يجيني لو جاني كده الدروس المستفادة بقول الخمسة واستفيد منهم ايه. اولا كان بيقول لي انقسام في صفوف الام، عدم الانقسام في صفوف الام، عدم تفتيت الحركة الوطنية والاتحاد على هدف واحد، التخلص من العناصر الانهزامية، عدم الاطمئنان للادارات الدولية لان حصل تواطؤ من ادارة شركة قناة السويس، عدم الاطمئنان لمواقف الدول الاوروبية. لو جينا نقسمها تاني، عندي هنا فرمان عصيان عرابي بريطانيا استفادت منه، يعني نفكر تاني كده، انا عندي فرمان 1806 وعندي فرمان عصيان عرابي اللي اصدر الاثنين السلطان العثماني، بس بريطانيا استفادت من هنا ومن هنا. بريطانيا في فرمان 1806 بعد الزعامة الشعبية ما ثبتت محمد علي، حصل تدهور في العلاقة بين انجلترا وبين السلطان العثماني، استغلت انجلترا الموقف وارسلت حملة بحرية للاستيلاء على مصر وهي حملة فريزر مارس 1807. هنا بريطانيا عملت ايه؟ ظهرت بمظهر ايه؟ حماة السلطة، واستفادت من التناقضات وتعميق الخلافات. يعني بريطانيا استفادت من فرمان 1806 ومن فرمان عصيان عرابي. لما اجي لي القانون الاساسي، القانون الاساسي عشان يجيني سؤال لخطوط الاداره الانجليزيه سهل اقولها عناوين، لكن انا ممكن مثلا اطلع منه حته ايه، ما العلاقه بين نظام القانون الاساسي 1883 ونظام الحكم في مصر؟ عندي نظام حكم مستبد للخديوي توفيق ورئيس الوزراء رياض باشا. ما العلاقه بين القانون الاساسي والحياه النيابيه في مصر؟ عمل على تعطيل مجلس النواب الذي شكل على غير رغبة انجلترا وفرنسا اواخر 1881، وشكل مجلس سوري اسمه مجلس شورى القوانين، والى جانبه
مجالس للمديريات تضم الأعيان بصفة أساسية. الصناعة تتقسم، جزء بتاع تأثرت أو الأول آسف الزراعة، اهتمام الإنجليز، اهتمامهم بمصادر الري، ثم أوضاع ملاك الأرض الزراعية. اهتمام الإنجليز أو تخصص سلطة الاحتلال الإنجليزي ووضع ملاك الأرض أو قانون العمل، تركز عليها كويس. الصناعة، لو أنا جيت قلت فشلت الحكومة بقول الخمس نقط، لكن عندي فيها بعض أسئلة نتائج من خلال الجزئية، عجز الحكومة عن حماية الصناعة المحلية، تدهور الصناعات الصغيرة غير الحكومية. عندي بعد كده التجارة، بقسم لي القيود التي فرضت، ثم البنك الأهلي، ثم البيوع الجبرية. بعد كده بيجي عندي عصر توفيق اللي هو خمود الروح الوطنية. عايزين نفتكر الحتة دي كده، ممكن يجي يقول لي ايه، قارن بين خمود الروح الوطنية في مصر اللي دايما نقول عليها كده ايه، العقد الاول من الاحتلال، اول 10 سنين، وبطء الحركة الوطنية في العراق بعد معاهدة ايه 1930. هنا وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني، نفي واعتقال زعماء الثورة العرابية، تفرق وانصراف الشخصيات الوطنية عن الحركة الوطنية، بطء الحركة الوطنية في العراق. أول حاجة نظام الحكم، ثم التناحر بين الأحزاب للوصول إلى الحكم، ثم تدخل العشائر العربية لاعتلاء الحكم أو لعزل وزارة وإقامة وزارة أخرى. ديت معظم الحاجات اللي في الفصل الثالث. برضو عندي حادثة فاشودة، بركز على النتائج المترتبة على اعتزام فرنسا صد التوسع الانجليزي في قلب افريقيا 1878. وبعدين الجزء الاهم، اثر الثورة المهدية، اثر الثورة المهدية بعد خروج الجيش الانجليزي او ظهور السباق الاستعماري في قلب افريقيا وجنوب السودان. عصر عباس حلمي برضو اخلي بالي دايما من عباس حلمي في بداية عهده تقرب من الزعامة الشعبية، اللي هي ارتباط اجراءات عباس حلمي بظهور الحركة او ازدهار اليقظة الوطنية في مصر. نفس القصة قلناها قبل كده، ان ربطنا ما بين محمد علي لما حاول يكسب ثقة الشعب المصري وعطف زعمائه. طيب الفصل الرابع، لما اجي على الفصل الرابع لازم اقسم فيه جزئيات بسيطة جدا. عدم طرح فكرة الاستقلال عن تركيا، بقسم الحركة الوطنية قبل الحرب العالمية الاولى وبعدها، بشوف ايه العلاقة بين الوضع السياسي في مصر والحرب العالمية الاولى اللي هي المؤثرات السياسية، ان انجلترا انتهزت فرصة دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الاولى ضدها، وقامت بانهاء السيادة العثمانية على مصر، فرض الحماية البريطانية على مصر 1914، عزل الخديوي عباس حلم الثاني وتعيين عمه حسين كامل سلطان 1917 حين وفاته تولى أخيه أحمد فؤاد. إنجلترا استبدت بالشعب المصري وليها مظاهر، الظروف العالمية كانت متهيئة للشعب المصري، وظهرت فكرة الجامعة المصرية، وظهرت فكرة الجامعة المصرية. في ثورة 1919 أحب أركز على أقسمها إلى، أولا هي أول ثورة قومية في تاريخ مصر الحديث. أقسم مظاهر الثورة في القاهرة، دور الفلاحين في الأقاليم، الجزء الأهم دايما اللي دايما دايما اللي هو وحدة النسيج الوطني أو توحد المسلمون والأقباط، ثم دور المرأة. بريطانيا واجهتها بالعنف كما واجهت ثورة العربية 1936 في فلسطين، وده السؤال اللي كان جاي سنة 2017. الشعب المصري غير أسلوب نضاله واستخدم المقاومة السلبية، وظهرت الجمعيات السرية زي اليد السوداء والانتقام والمصري الحر. انجلترا اضطرت تغير اجراءاتها. طيب انا هنا ممكن في تغيير اجراءات انجلترا، لو انا جيت قلت مثلا ما العلاقة بين نفي سعد زغلول الى مالطا ومؤتمر الصلح، ما العلاقة بين نفي سعد زغلول الى مالطا ومؤتمر الصلح؟ هنقول اول حاجة انجلترا
أفرجت عن سعد زغلول ورفاقه وسمحت لهم بالسفر إلى باريس لعرض قضية مصر على مؤتمر الصلح. تاني حاجة، سدت الطريق أمام الوفد بانتزاع اعتراف الدول المجتمعة في مؤتمر الصلح بالحماية البريطانية على مصر، وأرسلت لجنة اللورد ميلنر. يعني إجراءات أو تغيير إنجلترا إجراءاتها، لكن ربطنا السؤال بين نفي سعد وبين مؤتمر الصلح. برضو عندي وينجت وحركة التوكيلات. عارفين ان زعماء الشعب المصري الثلاثة توجهوا في نوفمبر 1918 للمعتمد البريطاني وينجت للسماح لهم بالسفر الى انجلترا عشان ياخدوا اذن بالسفر الى باريس لعرض مؤتمر الصلح. الرجل ابدى دهشته ان ثلاثة يتحدثون عن الشعب المصري فقط، فقامت حركة عارمة في الشعب المصري كله وهي حركة التوكيلات، فأصبح الوفد هو العمود الفقري للحركة الوطنية في مصر. برضو عندي لما ركز كده ألاقي أن شخصية مصطفى كامل شخصية وطنية بارزة وطاغية، سعد زغلول زعيم وطني بارز. لو أنا جيت أخد شخصيتين من خلف الاتنين، ممكن أقول قارن بين أعمال محمد فريد وأعمال عبد الرحمن فهمي. إن عبد الرحمن فهمي كان لما سعد زغلول كان بيقود الحركة الوطنية من باريس من خلال لجنة الوفد المركزية اللي كان بيترأسها عبد الرحمن فهمي، كون سري أو جماعة سرية وقوم من عناصر معادية للوفد، وكان بيقاوم الإنجليز ونظم النضال. ديت برضو فكرة إن الاتنين شخصيات وطنية لكن مش بارزة قوي زي شخصية سعد زغلول ومصطفى كامل. السنة اللي فاتت كان في الامتحان مقارنة جميلة جدا 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 غير متوقعة، اللي هي قارن بين الدور الوطني لمحمود فهمي النقراشي واحد من حكومات الأقلية في الفصل الرابع، ومصالي الحاج ده واحد من الحركة الوطنية في الجزائر كنتيجة للسياسة الاستيطانية اللي مارستها فرنسا، وكانت مقارنة جميلة جدا جدا جدا. برضو محمد فريد وعبد الرحمن فهمي، أو ممكن يجي عبد الرحمن فهمي كتعريف لجنة الوفد المركزية في وزارة سعد زغلول. نخلي بالنا، او مثلا لما نيجي نقول ايه نتائج اعتراف مؤتمر الصلح، ممكن اقول بصيغة تانية، صمم سعد زغلول على مواصلة النضال من باريس، لم يرجع الى مصر ليعلن فشل الوفد، ظل يخاطب برلمانات العالم، ارسل الى الشعب المصري عن طريق عبد الرحمن فهمي بضرورة عدم التفاوض مع لجنة ميلنر، وبالفعل فشلت لجنة ميلنر. فهنا ميلنر لم يجد مفرا من التفاوض مع سعد زغلول، وبدأت مرحلة المفاوضات المرحلتين. بيجي عندي مفاوضات سعد ميلنر نشوف أسبابها، لكن عندي في فشلها ممكن أقول رفض سعد زغلول إبرام معاهدة مع بريطانيا تعطي لمصر استقلالا سوريا. بعد كده نفي سعد زغلول المرة التانية، يجي عندي تصريح 28 فبراير، أركز على أن بريطانيا كان ليها أربع حقوق. ما هو تصريح 28 فبراير ده يشبه ايه؟ يشبه عندي الفرمان الشامل 1873، وده تصريح 28 فبراير 1922. ده كان في عهد مين من أسرة محمد علي إسماعيل، وده في عهد مين؟ فؤاد الأول كان سلطان وقتها. ده بيقول مصر مستقلة ما عدا أربعة، وده بيقول لي بريطانيا ليها الحق في اربع حاجات. مصر مستقله في الفرمان الشامل ما عدا دفع الجزيه السنويه، عدم عقد المعاهدات السياسيه، عدم عقد التمثيل الدبلوماسي، عدم صناعه المدرعات الحربيه. بريطانيا ليها الحق في ايه؟ في انها تحمي طريق المواصلات عشان تسيب جيش، انها تحمي الاقاليات عشان تتدخل، انها تدافع عن مصر عشان ما نبنيش جيش، انها تتصرف في السودان. طيب ايه نتائج هذا التصريح؟ مصر بقى ليها ايه؟ اساس للحكم هو الدستور. تغير لقب حاكم مصر، وفي تغير لقب حاكم مصر نركز ان قبل الحرب العالمية الاولى تغير لقب حاكم مصر من والي الى خديوي طبقا لايه؟ لفرمان 1867. تغير لقب حاكم مصر في اثناء الحرب من خديوي الى سلطان لما قامت الحرب وبريطانيا أنغهت السيادة العثمانية وعملت إيه؟ أعلنت الحماية، فعينت السلطان حسين كامل. بعد الحرب يعتبر التغيير هو طبقا لتصريح 28 فبراير.
أصبح فؤاد الأول سلطان مصر هو الملك فؤاد مارس 1922، وأصبح لينا دستور كحق للحكم أو أساس للحكم. في وزارة سعد زغلول وزارة الشعب، لما نيجي نقول مثلا بعد ما نعرض سلبيات الدستور وإيجابياته ونخلي بالنا إن البرلمان أو الحكومة كانت مسؤولة قدام مين في الدستور، كانت مسؤولة أمام البرلمان. نتائجه إجراء انتخابات ليختار الشعب ومؤسسيه، فاز حزب الوفد بأغلبية ساحقة 90%، ألف سعد زغلول أول وزارة برلمانية دستورية في تاريخ مصر الحديث في يناير 1924. وزارة سعد قسمها إلى اقتصاديا، قسمها إلى اجتماعيا. فاصل ونعود إن شاء الله بعد أذان العصر. أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، مرة أخرى بنواصل مع حضراتكم مراجعات ليلة الامتحان في مادة التاريخ. بنراجع الفصل الرابع في جزئيات أسئلة بسيطة قبل ما نبدأ شرح ومراجعة الجزئيات الهامة في الخامس والسادس. كنا في وزارة سعد الزغلول، وقلنا أن وزارة سعد الزغلول بنقسمها إلى الاهتمام الاقتصادي، ثم الاهتمام التعليمي، ثم تشجيع الحركة الوطنية في السودان. في جزئية بنخلي بالنا منها وهي أسباب عقد معاهدة 36، ممكن تبقى العلاقة ما بين الأوضاع في الحبشة أو الأوضاع الدولية والحرب العالمية الثانية، أو الأوضاع الدولية ومعاهدة 36. عندي برضو في جزء اللي هو تصريح، ممكن في المقارنات نلاقي مثلا الحوادث، المؤتمرات الأول، شفنا السنة اللي فاتت مقارنة جميلة ما بين مؤتمر الأستانة 1882 ومؤتمر برلين 1878. هنا قال أثره على مصر، وهنا قال أثره على تونس، ودي كانت فكرة جميلة جدا. في لسه مؤتمر الجزيرة، في مؤتمر بلتمور، مؤتمر كامب ديفيد، ومؤتمر سان ريمو، تبقى المؤتمرات معايا كاملة. في عندي الحوادث، ممكن عندي مثلا أول حادثة، حادثة فاشودة 1878، في الفصل الثالث. في عندي حادثة اغتيال أو مقتل السير لستاك 1924، في عندي حادثة أغادير 1911 في الفصل الخامس، في عندي حادث 4 فبراير 1942 في الفصل الرابع. دي تعتبر أهم إيه؟ الحوادث، ممكن تبقى تيجي مقارنة بين حادثتين وحصلت قبل كده. أنا من خلال اغتيال السير لستاك ممكن تجي لي فكرة جميلة جدا جدا بنكررها تاني، الإنذار الاستعماري. إنجلترا قدمت إنذار استعماري لسعد زغلول بعد مقتل السير لستاك اللي جه نتيجة لفشل مفاوضات سعد ماكدونالد. كان مضمون الإنذار إيه؟ واحد، دفع 500,000 جنيه كتعويض. 2، سحب الجيش المصري من السودان، وأمرت فعلا قواتها باحتلال جمارك الإسكندرية. الإنذار الثاني اللي كان يوم 4 فبراير سنة 1924 لما الملك فاروق كانت ميوله محورية، وأخرج مظاهرات تهتف إلى الأمام يا رومل، القائد الألماني رومل، لما قرب من الحدود الغربية بعد سقوط بنغازي. وكان الإنذار إن احنا نقيل حكومة الملك بتاعة حسين سري. في الأول الملك رفض هو والزعماء، لكنه أجبر ووافق على أن يشكل مصطفى النحاس الوزارة، وقدم مساعدات لحكومة الوفد هائلة للحلفاء في الحرب العالمية الثانية. في برضو إنذار استعماري اللي في أكتوبر 1956، اللي هو كان متوجه لمين؟ لمصر وإسرائيل، لكن مصر أخلت وفوتت الفرصة وأخلت سيناء، وقامت القوات الإسرائيلية باحتلالها حتى الحدود الشرقية لسيناء. دي كلها أفكار. برضو عندي في حاجة اسمها تصريح وزير خارجية بريطانيا، تصريح وزير خارجية بريطانيا. عندي في الفصل الرابع تصريح صامويل هور 1935، اللي هي مظاهر ايه؟ قال ان بريطانيا بتفضل التعامل مع مصر بحريه، فاندلعت المظاهرات واشتعلت البلاد بالنيران، وطلبوا ان هم يعملوا ايه؟
مفاوضات علشان يعملوا معاهدة أو يشوفوا إلغاء أو يبدأوا معاهدة 36 عشان تتقوى العلاقة ما بين بريطانيا وما بين مصر في الحرب العالمية الثانية. برضو فرنسا كانت بتتجه إنها تنظم علاقتها مع سوريا ولبنان في الحرب العالمية الثانية، دي سياسة استعمارية. عندي برضو تصريح مين وزير خارجية بريطانيا تاني، تصريح إيدن فبراير 1943 لما قال دي المرة الأولانية في مايو 1941 عايزين نعمل وحدة عربية، عرفوا أهدافه وأبدوا فطورا، لكنه أصر مرة أخرى على إعلان بريطانيا بالوحدة العربية أثناء الحرب، ومصطفى النحاس وافق وأخذ على عقده اتحاد أو جاب الحكومات العربية وعمل مفاوضات أثمرت عن بروتوكول الإسكندرية في أكتوبر 1944. آخر تصريح عندي لوزراء الخارجية تصريح شهير جدا بولفور 1917. يبقى قلنا الحوادث، قلنا المؤتمرات، قلنا تصريح وزراء الخارجية، ممكن المطالب، ممكن التعليم، جزء من التعليم والتعليم، ممكن جزء من الزراعة والزراعة، نمسك الزراعة كده قبل الحملة الفرنسية، أثناء الحملة الفرنسية، في عهد محمد علي، بعد سقوط الاحتكار، في عهد الاحتلال البريطاني، في عهد ثورة يوليو. برضو في التجارة، في الصناعة، في التجارة، في الصناعة، القضاء، دي كلها أفكار لمقارنات. أنا بركز قوي على أن مصطفى النحاس لما فاز بالانتخابات في سنة 1951 مصطفى النحاس، هنا هنلاقي الجزئية دي مهمة جدا جدا جدا، لما فشلت مفاوضاته لتعديل معاهدة 36 اتخذ، أخلي بالي من الكلمة دي كده، يقول قرارات أكتوبر 1951، يقول إيه نتائج إلغاء معاهدة 1936، ينقول مقاومة المصريين في منطقة القناة، دي كلها جزء واحد، إنه سمح لهم بالمقاومة وعمدت الحكومة على زيادة بلوكات النظام، حصلت حصار مبنى محافظة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، وأتى بعد منه حريق القاهرة. ممكن أعمل إيه العلاقة بين إلغاء معاهدة 36 وحريق القاهرة؟ ممكن أطلع بفكرة برضو جميلة، أقارن بين موقف النحاس رئيس الوزراء المصري من انجلترا اللي هي بريطانيا مرتين، هقول مارس 1943 وهقول اكتوبر 1951، الموقفين متناقضين جدا. في مارس 1943 النحاس اعلن في مجلس النواب او مجلس الشيوخ المصري عن تنفيذ رغبة بريطانيا في الوحدة العربية، وبدأ بدعوة رؤساء الحكومات العربية وأجرى مباحثات ومشاورات تمهيدية وتحضيرية حتى تم توقيع بروتوكول الإسكندرية في أكتوبر 1944. موقف النحاس في أكتوبر سنة 51، النحاس عندما فشل في إلغاء معاهدة في تعديل معاهدة 1936 قام بإلغائها وأطلق الحريات للشعب المصري وأطلق المقاومة في منطقة القناة وعمدت الحكومة إلى زيادة بلوكات النظام. موقف جميل جدا ومقارنة جميلة جدا. لما نيجي على ثورة 1952، الهدف الرئيسي اللي ارتكزت عليه أفكار الضباط كان إيه؟ تحرير مصر من الاحتلال البريطاني، لان معاهدة 36 لم تؤدي الى استقلال حقيقي. حرب فلسطين من المؤثرات، برضو فساد الوضع السياسي في الجزء الاخير من العهد الملكي، ثم سوء توزيع ملكية الارض، انتخابات نادي الضباط ديسمبر سنة 1951. ممكن اجي اقول سؤال كده، ماذا كان يحدث اذا، ماذا كان يحدث اذا خسر الضباط انتخابات نادي الضباط اواخر او الانتخابات اواخر ديسمبر 1951؟ لما حققوا اول انتصار لهم، ولما فاز اللواء محمد نجيب برئاسة مجلس ادارة نادي الضباط، لما فازت قائمتهم مرة اخرى، ممكن لما اصر الملك فاروق على ضرورة تمثيل سلاح الحدود، ممكن ما كانش يتعمل الاجتماع الشهير جدا اللي هو اجتماع العسكريين في يونيو 1952 اللي افصح عن فقد الملك
لسيطرته على الجيش، وخرجت الثورة من حيز السرية إلى إطار العلني. ده اجتماع للضباط، برضه هيبقى في اجتماع للضباط في كوبري القبة في 23 يوليو سنة 1952. طلبة تسأل مين آخر رئيس وزراء، التريات جاية مع بعضها كده، آخر رئيس وزراء في العهد الملكي هو علي ماهر. يعني علي ماهر اللي استقبل الملك فاروق وهو شاب كان وقتها رئيس الوزراء، وعلي ماهر اللي قدم له وثيقة تنازل عن العرش. لكن آخر رئيس وزراء قبل الثورة أحمد نجيب الهلالي أو وزارة الهلالي. اجتماع الضباط هنا موجود في السؤال ده. بنخلي بالنا ما بين ايه العلاقة بين حادث 4 فبراير وظهور تنظيم الضباط الأحرار، أو العلاقة بين حرب فلسطين اللي خلقت رابطة وتنظيم الضباط الأحرار. وأحلى سؤال علاقة هنا، ايه العلاقة بين حريق القاهرة والتعجيل بثورة يوليو؟ إنجازات الثورة جميلة جدا. ايه المجال السياسي لما نيجي عند اتفاقية الجلاء؟ تحقق المبدأ الأول، ثم الزراعة والتجارة. الصناعة أحب أقسمها إلى جزئيتين، مظاهر اهتمام ثورة يوليو بمصادر الطاقة اللي هي 1 و2، ثم اهتمامها بالمصانع. زي لما باجي لحضراتكم أقول حققت ثورة يوليو المبدأ الرابع لها بتحقيق العدالة الاجتماعية، بقسمها إلى، شفنا قبل كده المرأة في الامتحان 2007، شفنا التعليم 2008. ممكن يقول لي ايه؟ اهتمت الثورة بالعمال وتحسين اوضاعهم. المجال الدولي بيخلي بالي بس منه من الثلاث جزئيات او موقف مصر من الاحلاف، وخلي بالي ان مؤتمر بندونج ممكن يكون من الاسئلة الاختيارية المهمة. يعني ممكن اجي سؤال واقول اختر من انجازات ثورة يوليو في المجال الدولي عقد مؤتمر، واجيب عدة اختيارات يكون مؤتمر بندونج. في المجال السياسي مثلا الغاء الملكية، تأميم شركة قناة السويس. الفصل الثالث والرابع من الفصول المفصلية، الطالب لما يجي يقول لي مثلا انا الان من التاريخ اذاكر ايه او ادوس على ايه، انا فاضل ايام او فاضل يوم، غالبا كله بيقول الفصل الثاني والفصل السابع علشان درجاته. هو الفصل الثاني ملحق بيه الفصل الاول، يبقى انت دخلت في 18، والفصل الرابع لما الفصل اسف السابع 14. طب ما انت لو ان شاء الله عايز تتفوق والتاريخ ماده شيقه وجميله وامتحانه شيق وجميل وجزئياته كلها جميله، ما بنقولش ان في حاجه سهله وحاجه صعبه، انت عندك في النص كده ممكن من 16 ل 18 درجه يضيعوا ليه؟ ومعظمهم تاريخ مصر الفصل الثالث والفصل الرابع. لما نيجي ان شاء الله نتكلم عن الفصل الخامس، اعرض كده شويه اسئله اختر للتذكير ببعض الاشياء. فمثلا نيجي في الجزء الاولاني في الفصل ده، واجي افكر بجزئيه هعملها سؤال ايد صحه العباره وسؤال اختر. لما قال لي سيطره الاستعمار على البلاد العربيه من المحيط الى الخليج صيف 1914، هو ايه اللي حصل يا مستر في صيف 1914؟ هو اندلاع الحرب العالمية الاولى. العبارة ديت ايد صحتها او خطأها؟ او ممكن مثلا سأل يقول ايد خطأها. العبارة ديت سيطر الاستعمار على البلاد العربية من المحيط الى الخليج، العبارة خطأ. ما عدا اداة استثناء قلب الجزيرة العربية واجزاء من اليمن، والاهم بقى سوريا الكبرى والعراق. فانا ممكن اقول هنا سؤال اختر الاجابة الصحيحة، كانت تخضع للحكم المباشر العثماني عند اندلاع الحرب العالمية الاولى. الف مصر، ب الجزائر، جيم تونس، دال سوري. يبقى كانت تخضع، اختر الإجابة الصحيحة من بين ألف أو ب أو جيم أو دال من خلال السؤال اللي فوق، كانت تخضع للحكم المباشر العثماني عند اندلاع الحرب العالمية الأولى. مصر خطأ، ده مصر بريطانيا ألغت السيادة العثمانية وأعلنت الحماية 1914.
الجزائر ده احتلال فرنسي، تونس احتلال فرنسي، يبقى سوريا. طب لو ما قالش سوريا وقال العراق مفيش مشكلة عندي. طيب لو انا جيت اقول سؤال، اختر تاني، اختر تاني، احتلت انجلترا مين؟ لقطع الطريق على الفرنسيين لمنعهم من الوصول الى الهند. الف بريم، ب عدن، جيم لحج، دال عمان. يبقى احتلت انجلترا جزيرة بريم لقطع الطريق على الفرنسيين لمنعهم من الوصول الى الهند. برضو في جزئية خلي بالي منها في نهاية جزء احنا كلنا بنذاكره ممكن ما ناخدش بالنا منها. تم نفي الامير عبد القادر الجزائري بعد هزيمته ل 1847 الى ألف العراق، الشام، الحجاز، مراكش. يبقى تم نفي الأمير عبد القادر الجزائري بعد هزيمته إلى الشام. لما نفتكر كده دور الأمير عبد القادر الجزائري في المقاومة، نظم المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي واتخذ قاعدة عاصمتها بسكرة، اضطر الفرنسيون للتفاهم معه أكثر من مرة وعقدوا معه اتفاقية دي ميشيل 1834، اعترفوا به أمير على وسط وغرب الجزائر، لكنهم قاوموه مرة أخرى وفي الآخر فضلوا عقد معاهدة التفنة 1835، نقضوها باحتلال قسنطينة 1837. طيب ايه اسباب هزيمة واستسلام عبد القادر؟ جزء رئيسي من استمرار مقاومة ودعم او استمرار مقاومة عبد القادر الجزائري كان دعم مين؟ سلطان مراكش. فعمدت فرنسا لقصف ميناء طنجة بشدة، تخلى سلطان مراكش عن مساندة عبد القادر، حرم الامير عبد القادر من استخدام الاراضي المراكشية في عمليات المقاومة، فضلا عن تفوق الاسطول الايه او تفوق السلاح الفرنسي. ده جاب لنا السؤال بتاع الامير عبد القادر الجزائري ودوره المهم جدا في المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي. يعني السؤال اللي بعد كده برضو، تخلى سلطان مراكش عن دعم الامير عبد القادر بعد قصف طنجة. طيب في سؤال جميل جدا في تونس، عايزين نقول قادة نقط الحركة الوطنية في تونس وجمع بين الثقافتين العربية والفرنسية. ألف محمد الصادق، الحبيب بورقيبة، عبد العزيز الثعالبي، ده اللي كان راح مؤتمر الصلح مع سعد زغلول، ثم اجيب اسمي مثلا من الجزائر وهو مصالي الحاج. لقاد الحركة الوطنية في تونس وجمع بين الثقافتين العربية والفرنسية، ده الباي محمد الصادق ده زاد التدخل الاجنبي في عهده بعد 1861، لانه عمل على تحديث البلاد وسمح للشركات الانجليزيه والفرنسيه بالعمل في الجزائر في تونس، ونقول الامتيازات الاجنبيه زادت في تونس. معانا باسل من القاهره، اهلا يا باسل. اهلا يا مستر، ازي حضرتك؟ ازيك يا باسل، ربنا يخليك. الحمد لله، حضرتك طيب؟ ربنا يخليك، ربنا يوفقك ان شاء الله انت وزمايلك. التاريخ جميل وان شاء الله مذاكرينه ومراجعينه كده حاجات بسيطه، وبنواصل كل يوم معاكم وتحت امرك في اي اسئله يا باسم وفي اي استفسار ان شاء الله. انا هجاوب على السؤال اللي حضرتك سالته في اول حلقه. اتفضل يا باسل. اللي هو ماشي، اللي هو القائم بين مرسوم مارس 1878 ومرسومي 1836.
تمام تمام يا باسل، ربنا يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله مرسوم 1878 هيبقى كان في عهد الخديوي توفيق. 78 ركز. يا في عهد الخديوي اسماعيل انا اسف. اسماعيل توفيق اتعزل اسماعيل. ايوه واللي هو 78. ايوه واللي هو كان بينص على ان هو ان في حاله ان رئيس الوزراء حصل له حاجه او اتنفى تعيين احد الوزراء مكانه. لا معلش يا باسل، بعد اذنك يا باسل. انا ما عملتش مرسوم مجلس النظار 78 ده يا باسل، مرسوم مارس اللي هو تعميم اختصاصات اللجنه الماليه لتشمل جميع جزئيات الحكومه في الايرادات والمصروفات، وفرض على وزراء الحكومه تقديم البيانات للجنه راسا. لان انا هنا بص يا باسل انا محدد يا حبيبي مارس 78، لكن لو انا التاني اللي هو مرسوم مجلس النظار ان يتولى احد وزراء الحكومه رئاسه مجلس الايه النظار. جميل يا باسل، ماشي برافو. يلا لكن مرسومي 1836 بقى يبقى في عهد الملك فؤاد الاول. لا تمام هيبقى خلينا هم المرسومين. نعم المرسومين اللي هو بتاع مارس 1836 هو في نص على اجراء الانتخابات العامه في مجلس النواب او مجلس الشيوخ. جميل تمام. وتتالف اللجنه للمفاوضات علشان تعقد معاهده 36. جميل يا ياسر، بس انت تخلي بالك بس في ان هو طالما حدد مارس هنا، لان برضو انت عندك في ايه مرسوم في فبراير 36. ايوه هو هنا تحدد مارس، وبرضه في 78 يا باسل اتحدد مرسوم مارس ايه 78. يعني نفرق ما بين المرسوم، لان برضه انت عندك مرسوم في 31 يوليو 1880 فاكره؟ ايوه. لا هو مش فاكره. قصر الترقية على المتخرجين من المدرسة الحربية، يعني حرمان معظم المصريين من تولي القيادات. برافو عليك، لو عندك اي سؤال تحت امر. لا شكرا يا مستر، شكرا لحضرتك. تحت امرك يا باسل، ربنا يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا باسل، اتفضل يا حبيبي. جميل، باسل جاوب لنا السؤال وبنكمل مع بعض ايه اسئله الفصل الخامس. الفصل الخامس لما نبدا نقول مثلا ايه؟ الحمله الفرنسيه ليها علاقه بالنشاط الاستعماري في منطقه الخليج؟ ايوه، لفتت الحمله الفرنسيه انظار انجلترا لاهميه بلاد المشرق العربي ومصر. انجلترا اسرعت بعقد معاهده مع سلطان عمان في اكتوبر 1798. معانا اتصال تاني، محمد من محافظه البحيره. اهلا يا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم يا محمد. اسال سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضل يا محمد تحت امر. المهم انت عامل ايه في اليومين اللي فاتوا؟ الحمد لله بخير متابع والله. يعني المراجعات، عملنا مراجعه اول امبارح وامبارح، متابع ان شاء الله. اه الحمد لله. خلي كتاب المدرسة هو الأساس، والجزئيات كلها مهمة وسهلة وجميلة، والمادة شيقة جدا، وإن شاء الله تطمنا كده وتجيب درجة نهائية بإذن الله يا محمد. اتفضل سؤالك. إن شاء الله. أيد بالأدلة صحة العبارة. أيد صحة التزمت مصر بنصوص معاهدة. حاضر، هاخد بس ورق كده وأكتب عليه. اتفضل يا محمد. أيد صحة العبارة. أيد صحة العبارة. التزمت. التزمت مصر بنصوص معاهدة لندن عسكريا. عسكريا، معاهدة لندن. تجاه الدولة العثمانية. 1840 عسكريا. تجاه الدولة العثمانية. جميل، جميل. أنت معاهدة لندن يا محمد لما نيجي نراجعها مع بعض، هي أدت إلى إيه يا محمد؟ إخضاع مصر للدولة العثمانية. العثمانية. نمسكها كده مع بعض حاجة حاجة أنا وأنت وزمايلك. طب سياسيا إيه اللي حصل؟ يعطى لمحمد علي وخلفائه حكم مصر مدى الحياة، وراثيا وعكا مدى الحياة. صح كده؟ تمام صح. إخراج الجيش من كريت ومعظم الجزيرة، وإعادة الأصول للسلطان العثماني، ومصر تدفع جزية سنوية. اقتصاديا، عشان أقولها لك كلها أهو، اقتصاديا. تمام. إيه اقتصاديا؟ تلتزم مصر بأي معاهدة. تمام. وأولها إيه؟ بلطة الملك. أنت مش فاكرين في الحتة اللي هي قبل حرب الشام لما قلنا عشان نهد الدولة الأولى إنجلترا كانت بتشجع عشان تنفيذ بلطة الملك؟ إنما عسكريا خلاص. إيه هي؟ تعتبر قوات محمد علي إعادة الأصول، وتعتبر قوات محمد علي جزء من قوات السلطان العثماني وفي خدمة السلطان
العثمان. تمام كده؟ تمام. وتخلي بالك برضه يا محمد ان محمد علي موقفه كان متناقض في معاهده لندن، الاول كان رافض، فرنسا الاول كانت رافضه وبتقول ايه؟ تمت من ورا ظهري وانا عندي منافسه تقليديه استعماريه بيني وبين انجلترا، لكن سرعان ما تركت محمد علي لوحده في الميدان. محمد علي وافق ورفض، يبقى تباين. طب هو وافق ليه في الاخر يا محمد؟ علشان استعداد الدول لمحاصرته وحربه، علشان قيام اهل سوريا بثوره ضده. دي كل حاجة عن معاهدة لندن، تحت أمرك في أي سؤال تاني يا محمد. لا شكرا. تحياتنا لكل أهل البحيرة الكرام. اتفضل. بعد كده قلنا إيه أثر الحملة الفرنسية على مصر والمشرق العربي؟ هي أظهرت أهميتهم، فالصفاء إنجلترا في أكتوبر سنة 1798 عقدت معاهدة مع سلطان عمان إن هو يطرد جميع رعايا فرنسا، ان هو يترك حامية، ان هو ما يبقاش عنده اي حاجة تخص مين؟ فرنسا. ثم احتلت جزيرة بريم زي ما قلنا في سؤال اختر لقطع الطريق على الفرنسيين. لما فرنسا خرجت من مصر في 1801 عقدت اتفاقية مع سلطان لحج وعدن في 1802. النشاط الاستعماري او اثر ظهور محمد علي، ومحمد علي لما ظهر عمل قلق عندهم، فحصل ايه؟ عقدت معاهدة الصلح العامة في يناير سنة 1820 اللي بتنص على معاهدة الصلح العامة، بتنص على تحريم القرصنة، تحريم تجارة الرقيق اللي بتقوم بها سلطنة عمان. ثم هيكون عندي ايه بعد كده؟ هيكون عندي ان هذه المعاهدات اخذت شكل التحكيم، وقاموا بتحكيم بع الشيوخ العرب، واخذت شكل الحماية، سلطان عمان في 91 ثم امير الكويت في 1899. معنا ياسر من القاهره، اهلا بك يا ياسر. اهلا بيك يا مستر. السلام عليكم. اتفضل يا ياسر، تحت امرك. انا بس يا مستر في سؤال بيقول لي هنا، ما العلاقه بين الوضع السياسي في مصر اواخر العهد الملكي وظهور تنظيم الضباط الاحرار؟ ثانيه واحده حاضر يا محمد. ما العلاقه بين الوضع السياسي الوضع في مصر السياسي اواخر العهد الملكي في مصر اواخر العهد الملكي وظهور تنظيم وظهور الضباط الاحرار تنظيم الضباط الاحرار ولا وقيام ثوره يوليو؟ لا، الضباط الاحرار. تمام. ما العلاقة بين الوضع السياسي في مصر أواخر العهد الملكي وظهور تنظيم الضباط الأحرار؟ هو أولا ظهور تنظيم الضباط الأحرار لما أبدأ كده يا محمد بأخده جزء جزء. أولا إحنا عايزين نحرر مصر من الاحتلال، لأن معاهدة 36 لم تؤدي إلى استقلال حقيقي. ثم عندي الارتباط بتاع حادث 4 فبراير اللي أظهر كرامة الضباط المصريين، ثم حرب فلسطين. كل الجزئيات ديت بتأدي ان انا فساد الوضع السياسي اصلا في العهد الملكي ده مرتبط بيه اكتر بقيام الثورة، ان مصر كانت ترزق تحت الاحتلال البريطاني، فساد عهد الملك، فساد الاحزاب وصراعها ضد الحكم. ماشي تحت امرك في اي سؤال تاني. تحت امرك يا محمد. بنكمل بعد كده الخليج بظهور محمد علي عند رأس الخليج، او محمد علي وصل الى اليمن سنة 1837 باسم السلطان العثماني. صرعت انجلترا باحتلال عدن في يناير 1939 وعقدت معاهدة مع سلطان لحج انه يأمن الطرق ويراقب اتباعه ويأمن المواصلات البريطانية. لما ابدأ في الجزائر ببدأ بجزئية جميلة، احتفظ معنا خديجة من الاسكندرية. اهلا حبيبة، اهلا يا حبيبة من الاسكندرية، اتفضلي. مستر دلوقتي قرر نابليون العودة سرا لفرنسا أغسطس 1799 بعد ما قوات أبو كير البحرية ولا البحرية؟ أبو كير بس. هي كانت مكتوبة، بصي أنت عندك معركة أبو كير البحرية أغسطس 1700. وطي التلفزيون يا حبيبي بعد إذنك. إيه؟ ابعدي بالتليفون عن التلفزيون أو وطيه شوية بعد إذنك. اتفضل. أيوة تمام مستر. تمام. بصي يا حبيبي، أنا عندي معركة أبو كير الإيه؟ البحرية أغسطس 1798. أفكرك بنتائجها ولا فاكراها؟ اللي هي أبو كير البحرية. أغرق الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون الأسطول، قطع الاتصال بين فرنسا والحملة وحرمها من الإمدادات. إنما الثانية نابليون لما عاد من حملة الشام،
قلنا كده فشل العثمانيون في استعادة مصر مرة أخرى حيث هزمهم في أبي قير يوليا 1799. مكتوبة كده أبي قير بس. فعاد سرا إلى فرنسا، وعارفين القصة بقى إن رأى كليبر استحالت بقايا الحملة وعرض الصلح على الدولة العثمانية وقائد الأسطول الإنجليزي. مكتوبة في الكتاب كده معركة أبي قير. شكلها بنقول للأولاد يا ريت يا ريت من فترة التانية وكان من أول السنة دايما يتقال يا ريت كتاب المدرسة. تمام. لو في سؤال تاني يا حبيبي اتفضلي. لا ده تمام شكرا. تحت أمرك يا حبيبي، ربنا يوفقك. في الجزائر بنبدأ بالسؤال بتاع احتفظت فرنسا بعلاقات طيبة مع الجزائر قبل احتلالها، اللي بتشمل السؤال بتاع الحصار الاقتصادي، انها كانت بتستورد القمح على سبيل الاقتراض ولم تكن تسدد وكان في فوائد كبيره او في فلوس كتير مدينه بمبالغ كبيره. بدا حكام الجزائر سنه 1800 يطالبوا، فرنسا كانت القاضي والحاكم والمتهم في نفس الوقت، انها عملت لجنه ماليه في باريس، نخلي بالنا من لجنه ماليه. في باريس خفضت الديون من 24 مليون الى ايه؟ 7 مليون. تبدأ الاشتباكات بين سفن بابا روما، ويبدأ فرنسا تطالب الجزائر ببعض المطالب 37 ويتم الاحتلال. عرضنا عبد القادر الجزائري، بنبدأ برضو نخلي بالنا من سياسة فرنسا في الجزائر، ان في سياسة اقتصادية اللي هي خلتها مورد من الموارد، وفي سياسة استيطانية. كان استعمار فرنسا للجزائر استعمارا استيطانيا، شجعت الأوروبيين واليهود على الإقامة، منحتهم الجنسية، منحتهم معظم الامتيازات، وأخذت لهم الضيعات، وعملوا المواطن الجزائري كمواطن من الدرجة الثانية. المواطن المسلم الجزائري مواطن من الدرجة الثانية. السياسة الاستيطانية في الجزائر كان هدفها إيه؟ محو الهوية العربية الإسلامية للجزائر. فابدأ أقول في الجزائر كده، إيه نتائج السياسة الاستيطانية أو تعدد التيارات الوطنية في الجزائر؟ بقول عندي واحد، ظهور جماعة علماء الجزائر 26 اللي هي عملت على الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للجزائر. ثم ظهر عندي تيار عشان طول الاحتلال تأثر به الثقافة الفرنسية من المثقفين وقال نعمل اندماج، اللي هو كان مصالي اللي هو كان عباس فرحات، ثم مصالي الحاج التيار التحرري اللي طالب باستقلالها. نيجي بعد كده نلاقي قدامنا كده ايه دور مصر في الجزائر، ونركز على بعض الافكار كده. اولا اعلنت الثوره الجزائريه من القاهره في نوفمبر 54 لمده 8 سنوات. مصر قدمت ايه؟ كافة إمكاناتها الإعلامية في خدمة الجزائر، يمكن إذاعة صوت العرب اتعملت علشان كده، ولما بنشوف في الفيلم الجميل جدا هو جميل أبو حريد بنلاقي إن الإذاعة كان ليها دور، ومصر قدمت لها المال والسلاح. علشان كده إيه نتائج مساندة مصر لثورة الجزائر؟ شاركت فرنسا أو رأت حكومة جي موليه رئيس وزراء فرنسا أنه لن ينتصر في الجزائر إلا بإخراج مصر من المعركة. جميل؟ مصر حققت انتصارات دبلوماسية، أحب أكد على كلمة الانتصارات الدبلوماسية لمصر أو الاتصالات الدبلوماسية. احنا حققنا انتصارات دبلوماسية لقضية الجزائر في المؤتمرات الدولية، حيث استصدرت مصر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة باستقلال الجزائر سنة 60. جميل؟ أنا عندي برضو الحكومة الفرنسية اهتزت في الجزائر، كان أمام الانتصارات الدبلوماسية وأمام صلابة المقاومة. تولي شارلي ديغول الحكم في فرنسا كان من اسباب ظهور او من اسباب استقلال الجزائر. تيجي عندي جزئيه ايه؟ ثوره المستوطنين. ممكن يجي عندي تعريف منظمه الجيش السري، ان شارلي ديغول سنه 59 عرض على الجزائريين ثلاث اوجه: الاستقلال التام، الاستقلال مع التبعيه، او الاستقلال او الاندماج مع فرنسا. فصار المستوطنون وانضم إليهم بعض الضباط المتطرفين، فأنشأت منظمة الجيش السري المسؤولة عن إبادة آلاف العزل من الجزائريين. صمد ديغول كما صمد الجزائريون، وتم عقد اتفاقيات إيفيان سنة 1960، وحصل الجزائر على استقلاله. في تونس في جزئية يمكن ما شفناش في امتحانات، وهي أسباب احتلال فرنسا لتونس. احتلال الجزائر جزء من مشروع فرنسي كبير في شمال افريقيا. الجيران ما قدروش يقاوموا. عدم قدره الاسره القرمليه في طرابلس وهي ليبيا، او البايات في تونس عن الدفاع عن تونس، واتخاذ الدوله العثمانيه مواقف سلبيه.
معنا يوسف من أسوان. أهلا يا يوسف. أهلا وسهلا محمد، كل سنة طيب، وإزاي أهل أسوان الكرام؟ الله يخليك. تمام، عامل إيه في المذاكرة في الحر ده؟ لا الحمد لله تمام. الحمد لله ربنا يوفقك، اتفضل يا يوسف. أنا سمعت دلوقتي، أنا كان عندي سؤال. الحمد لله تمام. دلوقتي إحنا عندنا اثنين. معلش يا يوسف أستأذنك، يا توطي التلفزيون يا تبعد عنه شوية معلش. تمام. اتفضل يا يوسف. دلوقتي حضرتك أنا عندي اثنين القانون الأساسي. في القانون الأساسي اللي عمله محمد علي. دقيقة واحدة، القانون الأساسي. اللي 1837. اللي عمله محمد علي عشان ينظم العلاقة بين الدواوين. تمام، وكانوا 7 دواوين والقانون الأساسي 83. اللي انا لسه كنت بقول يا يوسف، نخلي بالنا انه ممكن مثلا ايه، السنه اللي فاتت جاء في سؤال جميل جدا لو انت حليت امتحان السنه اللي فاتت، غضب فرنسا من القانون الاساسي. ايوه حضرتك، كان جزئيه حلوه، كان جميله جدا. ده اللي في الباب الثالث حضرتك. ايوه انا بقول لك في الثالث. ما انا بقول لك جه ازاي، انت كده مشكور قلت 37 بتاع الفصل الثاني، فانا بعلق لك على القانون الاساسي في الفصل الثالث. ايه سؤالك فيه حضرتك دلوقتي لما يقول لي اذكر المقصود بالقانون الاساسي، انا اقول له انهي فيهم؟ ما هو لازم هيحدد لك. هو لازم هيحدد يعني؟ لازم هيحدد طبعا، امال ايه يا يوسف؟ يعني القانون الاساسي مفتوحه كده؟ لازم احدد لك 37 او 83. 83 ده بيقول لك قام بوضع اللورد دافرن، هو سفير انجلترا في الاستانه، لتنظيم خطوط الاداره الانجليزيه في مصر. تمام. يبقى هيقول لي خطوط الاداره او كلمه مثلا سياسه. يعني أنا في الفصل الرابع مثلا كنت عايز أقول حاجة نقولها إن شاء الله في السابع، اللي هي قارن بين سياسة إنجلترا في مصر أثناء الحرب العالمية الأولى وسياسة إنجلترا في فلسطين 1922، اللي هو الكتاب الأبيض. تمام. أنت كده واضح لك كده القانونين؟ تمام. في أي سؤال تاني تحت أمرك يا يوسف؟ لا متشكر. إن شاء الله كده السبت إن شاء الله تحل تماما وعلى مهلك وبالراحة وتركز في الجزئيات. عندك 40 سؤال، ممكن تلاقي فيهم 5 اختر ألف أو به من نفس الفصل، كلهم من كتاب المدرسة وكلهم جمال جدا وفيهم فكر يليق بيكو، وإن شاء الله كلكم كده تبقوا متفوقين بإذن الله. شكرا يا يوسف. بعد كده لما خلصنا أسباب احتلال فرنسا للجزائر، بنقول إن الدولة العثمانية، نركز على الحتة دي كويس، عملت على استعادة تونس ازاي؟ 1835 ارسلت اسطول واستعادت الاسره، استعادت طرابلس من الاسره القرمليه، وبعثت بقطع بحريه سنه 36 الى تونس، لكن فرنسا احتجت. ليه؟ قالت ان تونس كيان مستقل، وهذا يكون ايه؟ تمهيد لانفراد فرنسا بتونس وليس امرا هينا. ليه؟ كانت محط اطماع انجلترا وايطاليا. عندي ايه مظاهر التنافس، وكان سؤال جميل جدا، ايه مظاهر التنافس الاستعماري فين؟ في تونس. كسب اعوان داخل الادارة التونسية، الحصول على، معانا فرحة من الواحات البحرية، اهلا الكرام في الوادي الجديد، اتفضلي. ازيك يا مستر؟ تحت امرك، اتفضلي. عندي سؤال. اتفضلي. بيقول لي ما رأيك في قبول النحاس الوزارة 4 فبراير على حساب كرامة الملك؟ ما رأيك في قبول النحاس الوزارة 4 فبراير 1942؟ رأيك، وأصبح دلوقتي ما هو تقييمك يا فرحة؟ طب تعالي نناقشها مع بعض يا فرحة كده، ما رأيك في قبول النحاس الوزارة 4 فبراير؟ أنا عارفة إن هو موقف سلبي، تمام؟ وممكن يكون في موقف ايجابي، اللي هو كان هيتم عزل الملك فعلا، هو كان لامبرسون اللي هو المعتمد البريطاني المندوب السامي البريطاني ما بهرجش الساعه 6، لو ما تمش الملك كان هيتشال، بريطانيا في موقفها حرج في الحرب، فكده كده كان الملك هيتشال. طب ممكن موقف ايجابي انقذ مصر برضه، هل لو النظام الملكي اتغير كنا عارفين بريطانيا هتحكم حكم ايه؟ لا، هو ممكن يكون برضه هو في سلبيه وفي ايجابيه. يعني برضه السلبيه ان هو قدم مساعدات لمين؟ للقوات البريطانيه في اعمال الحرب، وفي النهايه بريطانيا عملت دقيقه يا فرحه، بريطانيا عملت ايه في النهايه؟ سمحت للملك باقاله وزاره النحاس في اكتوبر كام؟ 44، وعينت حكومه اقليه. طب ما انا قصدي سلبي ان هو يعني قبل الوزاره على حساب كرامه الملك، تمام؟ ماشي. بعد كده انجلترا لما يعني استفادت منه وكده، ممكن يكون يا فرحه مش ممكن يكون هو مش ما يهموش الملك في الوقت ده، ممكن يكون يهمه مصر نفسها. يعني ممكن يهمه مصر نفسها في الوقت ده، انت مثلا الملك هيمشي
هتبقى انجلترا مثلا ايه احتلال تام. انت ما تعرفيش يا فرحة ان احنا مستقلين، مصر مستقلة من 28 فبراير سنة 1922، علشان كده دخلنا عصبة الامم ودخلنا الامم المتحدة، واحنا اللي عملنا جامعة الدول العربية. انت ما تشوفي كده الاستقلالات في الفصل السابع هتلاقي احنا مستقلين بتاريخ كام؟ 28 فبراير. يعني ما يجي مثلا يقول لك ايه الاحتلال الفعل الرسمي لانجلترا لمصر كام سنة؟ 8 سنوات. واول ما احتلونا 82، تعالي ناخدها بالراحة كده، افتكري كده في القانون الاساسي اللورد دافرن قال ايه؟ استمرار تبعية مصر للدولة العثمانية منعا لإثارة السلطان، صح ولا لا؟ لذلك كان السلطان بيبعت الفرمانات التولية، لكن لما الحرب قامت والدولة العثمانية دخلت الحرب ضد انجلترا قالت لا شكرا كده، انهاء السيادة واعلان ايه؟ الحماية، نوفمبر 1914. يبقى انت من 14 ل 22 هو ده الاحتلال القانوني. تمام. طب يعني انا اكتب بالنص ايه بالظبط؟ انت هنا ايه رايك في قبول مصطفى النحاس او ما تقييمك؟ اولا لو قلنا شيء ايجابي ان مصطفى النحاس حاول منع مصر من دخول معترك الحرب المباشره بين بريطانيا والملك او عز الملك واحتلال بريطانيا الاحتلال العسكري. انما الناحيه السلبيه مثلا ان حكومه الوفد قدمت المساعدات للوفد، ان كانت رابطه مصر بالمعاهد، ان في النهايه الملك او بريطانيا سمحت للملك في النهايه، وهذا يعتبر زي ما بنقول كده رد الجميل، باقاله حكومه الوفد في اكتوبر 1944 وتعيين احدى حكومات الاقليه. والسؤال ده يمكن كان في امتحان الدور الثاني اعتقد، اللي هو اقتراب الحرب من نهايتها، خشيت بريطانيا من مطالبه حكومه الوفد بالاستقلال ان ينشغل الشعب المصري بالصراع من اجل الدستور بدل الصراع من اجل الاحتلال. تمام يا فاطمه يا حبيبي. معلش عندي اي سؤال تاني. اتفضلي. ما العلاقة بين الثورة العرابية وتنظيم الضباط الأحرار؟ بين الثورة العرابية وإيه؟ وظهور تنظيم الضباط الأحرار. وظهور تنظيم الضباط الأحرار. الثورة العرابية. تمام؟ ايه علاقتها بظهور تنظيم الضباط الاحرار؟ اولا سؤال العلاقه بيكون غالبا في فصل واحد، لكن انا لما اجي امسك تنظيم ضباط الاحرار واقول الظروف اللي طلعته مع بعض ونشوفها كده مع بعض. اولا انا بقول ان انا عايز احرر مصر من الاحتلال، الرابطه الاساسيه او الرابطه الفكريه للضباط علشان معاهده 36 لم تؤدي الاستقلال. حرب فلسطين والهزيمه، انكشاف فضائح النظام الملكي. فضائح النظام الملكي. تمام. طيب يبقى هنا الثوره العربيه ايه مثلا ممكن؟ انا هتكلم عنها اللي في الكتاب، انما لو عايز اربطها ربط تاريخي طويل اعملها، بس انا عايز اجابه هتكون مثلا في الكتاب يا فرحه نجاوب عليها. الاجابه اللي عندك انت ايه، او الفكره اللي عندك ايه وانا اعلق لك عليها؟ انا مش عارفه، انا السؤال دوت اصلا مستر احمد. جميل. فما يعني ما خدتش بالي من الاجابه بالظبط عنها. تمام. يعني اصل انا ظهور تنظيم الضباط الاحرار انا عرضته لك كظهور، انت بتقولي وظهور تنظيم الضباط الاحرار. انا مش عارفه اربط يعني بين الحدثين نهائي. تمام. انا الحاجه اللي عندي مثلا ايه، ان انا مثلا ممكن نربطها بتنظيم الضباط الاحرار. ما خدتيش بالك بقى، يبقى الاستاذ احمد كان قصده ممكن تنظيم الضباط الاحرار اللي هي لما اتعقد اجتماع في يونيو سنه 1952، ده اخطر اجتماع عسكري منذ الثوره العربيه. يبقى ممكن كلمة ظهور بس يا فرحة انت ما خدتش بالك منها، اللي هو ايه، الملك فقد سيطرته، اسقط الجيش ولاءه للملك، خرجت الثورة من حيز السرية الى اطار العلنية. يبقى ممكن اللفظ نفسه كده اللي هو ايه، اصل الظهور ديت اسباب الظهور، لكن التنظيم نفسه اللي هي ايه، ايه اللي حصل مع التنظيم الضباط الاحرار او في ثورة 52 عامة. تمام. طب هي خلاص. تمام. لو اي سؤال تاني تحت امر. لا تمام. تمام. شكرا يا مستر. تحت امرك يا بابا. بنكمل كده مع بعض. تونس، بنقول ان تونس مظاهر التنافس الاستعماري كان الحصول على اكبر قدر من الامتيازات في تونس وكسب اعوان. زاد التدخل في عهد الباي محمد الصادق، قلنا علشان شركات، سمح لشركات تأخذ امتيازات، شركات انجليزية وايطالية وفرنسية، وكلما حصلت دولة على حق الامتياز
حصلت الدولة الأخرى حتى وقعت في شرك القروض مثل مصر. يجي بعد كده معنا عبد الله من سوهاج. أهلا يا عبد الله، اتفضل. أستاذ ممكن سؤال؟ تحت أمرك يا عبد الله. ما العلاقة بين الوفاق الودي وحادثة ساشودا؟ ما العلاقة بين الوفاق الودي وحادثة ساشودا؟ طيب دي يا معلش يا عبد الله، هو الوفاق الودي كان سنة كام يا عبد الله؟ 1904. تمام، وحادثة فاشودة 1906. يبقى مين اللي يجي الأول؟ الوفاق. لا، يجي حادثة فاشودة. ما العلاقة بين حادثة فاشودة والوفاق الودي؟ يبقى كده السؤال نعمله كده، هو ما العلاقة بين حادثة فاشودة، تمام كده يا ريس؟ تمام، والوفاق الودي. جميل يا عبد الله. كانت حادثة فاشودة مقدمة لسياسة الوفاق بين انجلترا وفرنسا. مركز معايا يا عبد الله، اللي هي الأسباب. كانت حادثة فاشودة هي إيه؟ مقدمة لسياسة الوفاق بين انجلترا وفرنسا. وكان وراء هذه السياسة ملك انجلترا الذي زار باريس سنة 1903، وانتهت طبعا بتوقيع الوفاق الودي ألا تعارض انجلترا فرنسا في مراكش مقابل ألا تعارض فرنسا انجلترا في مصر. ده ممكن سؤال ثاني معلش؟ تحت امرك يا عبد الله، اتفضل حبيبي. ما النتائج المترتبه على السياسه الاستيطانيه التي مارستها فرنسا ضد الجزائر؟ في الجزائر، تمام، لسه قايله من شويه وهقوله لك. بقول 1 2 3. 1 اللي هو التيار الاسلامي 1926، جماعه علماء الجزائر استطاعت او حاولت قدر المستطاع الحفاظ على الهويه العربيه الايه؟ الاسلاميه. ثم شريحه كبيره من مثقفي الجزائر 100 وحاجه سنه تشكلت على الطريقة الفرنسية، فقالوا نندمج نعمل حاجة فيدرالية، اللي هم مين؟ عباس فرحان من تيار الاندماج. ثم التيار التحرري الذي دعا إلى إنقاذ كل شمال أفريقيا وهو مصالي الحاج. تمام، إيه تاني عبد الله تحت أمرك؟ أستاذ ممكن سؤال؟ تحت أمرك يا عبد الله. أي سؤال؟ لا من عندك أنت. سؤال؟ تمام. طيب يمكن أنا لسه قايله من شوية. أيد بالأدلة التاريخية زاد التدخل الأجنبي في تونس بعد 1861. أكتبه لك ولا أنت كتبته؟ ما كتبتوش أنا. اكتب كده، أيد بالأدلة التاريخية زاد التدخل الأجنبي في تونس بعد 1861. اتفضل يا عبد الله. طب السؤال ده الصراحة سبب الحركة الوطنية لحبيب بورقيبة ولا لا؟ أنا بقول 1861 حبيب بورقيبة بعد كده. حبيب بورقيبة بدأ من بين الحربين. صراحة ما أعرفش ليه. انت عندك 1861 مرتبطه بمين يا عبد الله؟ بالباي محمد الصادق. شو اصدر؟ ايوه، عهد الامان. مش الراجل ده عمل امتيازات اجنبيه؟ مش سمح لشركات انجليزيه وفرنسيه وايطاليه تعمل طرق وبرق وبريد وتعمل حاجات، وكلما اخذت شركه حق امتياز او دوله حق امتياز اخذت الدوله الاخرى، فوقع تونس في حق في شرك القروض حتى افلست؟ ايوه. يعني انا هنا بس ايه السؤال، هنا ما قلتش محمد الصادق، قلت التاريخ بس. جميل، تمام. يعني دي تبقى ايه حاجات الغير تقليديه، زي برضو ما يجي اقول لك ايه في نهايه تونس. في سؤال كان من سنتين كده اللي بيقول لك اضطرار فرنسا للموافقه على بما تفسر، اكتبه كده، بما تفسر اضطرار فرنسا للموافقه على استقلال تونس 1956 بسبب الضغط العالمي والعربي والدولي. ممتاز، اول حاجه الكفاح الوطني والدعم العربي والعالمي لتونس. برافو عليه. جميل يا عبد الله، ربنا يوفقك ان شاء الله. ماشي، شكرا. اي اسئله تانية تحت امر؟ ماشي، شكرا. تمام، بنكمل كده. تونس بمؤتمر برلين، مؤتمر برلين اللي هو من أسبابه
هزيمة الدولة العثمانية هزيمة ساحقة على يد روسيا، فتم عقد معاهدة سان ستيفانو 1878، ظهرت بلغاريا أكبر من اللازم وكانت مخلب قط لروسيا. التوازن الدولي كان هيكون في صالح روسيا وفرنسا، وهذا أمر ترفضه الدول الكبرى. أوروبا كانت على شفا حرب. معانا عبد الرحمن من سوهاج، اتفضل يا عبد الرحمن. ازي الحال يا مستر؟ الله يخليك عبد الرحمن، كل سنه وانت طيب. معايا سؤال وانت طيب يا باشا. نعم سؤال، معايا سؤال واحد. اتفضل يا عبد الرحمن تحت امرك. ما المقصود بقول السلطان رضي بذلك العلماء والرعين؟ ما المقصود بمقوله رضي بذلك العلماء والرعين؟ العلماء والرعين، انت بتحل امتحانات. السؤال ده كان في الدور الاول 2010. 2010 يا فندم. ايوه برافو عليك. يعني انا بقول ان السلطان كده نفذ اوامر الشعب المصري وارتضى بارادة الشعب المصري. الطبقة الوسطى او الطبقة العلماء والاعيان والتجار المسيطرة اللي هي كانت بناء على رغبة عامة الشعب. يعني كده انا بقول لكم انا وافقت على محمد علي، انا مش عايز معارضة منكم تاني. انا سمعت رأي كل طوائف الشعب. لما هذا الخرشد يعين محمد علي، لما ايه يا عبد الرحمن؟ لما هذا الخرشد باشا معين محمد علي. انا دلوقتي بنقول ايه؟ انت بعد اجتماع دار المحكمه، والاجتماع ده مهم جدا، قلت ايه؟ خرشد رفض عزله واثر المقاومه، محمد علي زكي. مين اللي قاد المقاومه لصالح محمد علي؟ عمر مكرم، حتى جاء رسول السلطان بالموافقه. انت بتوافق على راي ايه؟ انا بقول لكم اهو، ما حدش يجي بعد كده يقول ايه محمد علي وحش. انا قلت لكم حيث رضي بذلك العلماء، انتوا يا علماء عمر مكرم والناس اللي معاك كله، والرعيه، يبقى الشعب مش هيعترض في يوم من الايام. معايا سؤال ثاني. اتفضل تحت امرك عبد الرحمن. اي صحه العباره تاريخيا طلبت جميع الدول؟ اي صحه العباره، معلش بالراحه يا عبده. اتفضل. طلبت جامعه الدول العربيه. توقفت. طلبت جامعة الدول العربية. طلبت جامعة الدول العربية بإعادة لواء الإسكندرونة لتركيا. بإعادة لواء الإسكندرونة لتركيا. الإسكندرونة ليه؟ لسوريا. طب معلش يا عبد الرحمن، أنا عندي مثلا في سوريا، يمكن لو الوقت لسه معانا إن شاء الله هنشرح الفصل السادس سريعا. أنا اللي عندي إن هو من نتائج رفض فرنسا لمشروعي معاهدة 36 انها استبدت بالشعب واوقفت او حكمت بمقتضى الدستور، واستبدت بالشعب وعطلت الدستور، وفصلت لواء الاسكندرونة حتى استولت عليه تركيا سنة 1936. طيب انا ما عنديش اي صحة العبارة كده خطأ. خلاص ماشي. لو انت عايز كده يبقى العبارة كده خطأ، لان ما وردتش عندي في المنهج. انا دايما مرتبط بالسؤال يا عبد الله، هتلاقي ان شاء الله كده، والاستاذ هيقول لكم هم بيصححوا كل سؤال مكتوب عليه كده، الكتاب طبع كذا صاد كذا. لكن هنا العباره اللي تم اي صحه او خطا يبقى العباره خطا يا عبد الرحمن. تحت امرك، تحت امرك يا حبيبي، تحت امرك. بنكمل مؤتمر برلين، وبنقول ان بسمارك مستشار رايخ الالماني قال نعمل مؤتمر علشان نبحث وضع الدوله العثمانيه او رجل اوروبا المريض. ونتائجه طبعا ان انجلترا انفرد بتونس، انفردت اسف انجلترا فرنسا انفرد بتونس، لان انجلترا اخذت قبرص مع وعد بالدفاع عن فرنسا عن تونس، وانضمت المانيا للحلف الالماني النمساوي 1882. هنبدا بقى جزئيه بقى، وكاتبين بعض الاسئله علشان الطلبه تتابع معانا في شرح لتكمله الفصل الخامس. لو جينا نقول كده، احنا لسه قايلين من شوية سياسة فرنسا في الجزائر كان في سياسة اقتصادية فجعلت منها مورد من موارد الخزانة، وفي سياسة استيطانية. ايه سياسة فرنسا في تونس؟ ها، عمل الفرنسيون على تسخير تونس لخدمة المصالح الفرنسية، وسعى الفرنسيين لمسخ الشخصية العربية الإسلامية لتونس. ايه النتائج كده؟ نتائج سعي فرنسا لمسخ الشخصية العربية لتونس، او السؤال اللي جه كتير، كانت الشخصية التونسية اقدر على الحفاظ على هويتها العربية. تمام. معنا مريم من بورسعيد، اهلا يا مريم. اهلا. بقول لحضرتك، عايز اسألك اول سؤال. اتفضلي تحت امر. ما اوجه التشابه والاختلاف بين محمد بيك ابو الدهب واحمد باشا الجزار؟ الاختلاف بين
محمد بك ابو الذهب واحمد باشا الجزار. واحمد باشا الجزار. محمد بك ابو الذهب ده القائد. الخيانة. نعم ايوه الخيانه. ايوه الخيانه اللي هو خان علي بك الكبير. بس الاول مش هنقول خيانه هنا بقى احنا بنقول الكتاب قال لنا ايه. هو النائب بتاع محمد مين؟ علي بك الكبير. هو دخل دمشق هنقول عليه انحاز للسلطان العثماني. هو انحاز للسلطان العثماني ففشلت ايه حركه علي بك الكبير وعادت مصر ولايه عثمانيه تحت حكم مين؟ ابو الذهب. تمام كده. هو هنا بيقول لي انحاز للسلطان العثماني. لان انت لما تيجي تكلمي بقى في الشرع هو علي بك الكبير كان ايه مصر ولايه عثمانيه وهو استقل بيها. جميل. انما احمد باشا الجزار والي عكا ده اللي هو استقل بقيادته. ايوه ادت بسالته وقيادته وبرضه معاونه الاصول الانجليزي الى فشل نابليون في اقتحام مدينه ايه؟ عكا. عكا. تمام. تمام. طب السؤال الثاني عجزت تركيا عن اخراج الحمله الفرنسيه. عجز تركيا. ده نماذج الوزاره. عجز تركيا عن اخراج الحمله الفرنسيه من مصر. الحمله الفرنسيه من مصر. جميل. اللي هي اقول ايه 1799 قام تحالف ما بين الدولة العثمانية وما بين انجلترا وروسيا على ارسال حملة برية الى مصر عن طريق الشام وحملة بحرية عن طريق الاسكندرية. فلما علم نابليون بذلك قام بحملته على الشام في مارس سنة 1799. اخر سؤال معلش. ده تحت امرك يا مريم. ما رأيك في أقوال نابليون عكس أفعاله؟ أقوال نابليون يعني هو كان في نص أعتقد جزء اللي ما جئت إليكم إلا لأخلصكم من ظلم المماليك. هو دي تعتبر ممكن تقوليها إيه؟ ما تقييمك لموقف نابليون من المصريين أثناء ثورة القاهرة الأولى؟ إنه اقتحم الأزهر بخيوله فأثار الشعب المصري بكل طوائفه وتعتبر برضه إيه مناقضة لأقواله في المنشور اللي قدمه للمصريين عند قبل دخوله إلى مصر. هو قدم المنشور في 27 يونيو والقوات الفرنسيه نزلت اسكندريه اول يوليو 1798. ثوره القاهره الاولى اطرحها واول جزئيه بتاعت نابليون. اللي هي بس هنا ثوره القاهره الاولى خلي بالك اللي عندي دلوقتي تعتبر ايه؟ اللي هي قادها الازهر واعتبر النتائج. قاد الازهر يعني ايوه اكتب النتائج. الاسباب اتشالت في 2017 من الكتاب. تمام. شكرا. تحت امرك يا ماري. تحت امرك. بنكمل كده الجزء اللي هو بتاع كانت الشخصية التونسية أقدر على الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية لأنها تصدت للفرنسيين وتعلقت بالدعوة للجامعة الإسلامية اللي كان أطلقها جمال الدين الأفغاني وتبناها السلطان العثماني عبد الحميد الثاني وتشكلت أحزاب وطنية للنضال والمطالبة بالاستقلال. تونس كفاحها إيه؟ إن زعماء الحركة الوطنية حاولوا زي مصر وزي الجزائر يعرضوا القضية على مؤتمر الصلح لكنهم لقوا نفس مصير المصريين. الكفاح بين الحربين لسه قايلينها في سؤال اختر ظهرت زعامة وطنية بزعامة الحبيب بورقيبة وجمعت بين الثقافتين العربية والفرنسية. طيب فرنسا في بداية الحرب العالمية الثانية تعرضت للهزيمة كان ليها أثر على تونس وأثر على سوريا. نتائج هزيمة فرنسا بداية الحرب العالمية الثانية في تونس. أهلا محمد من القاهرة اتفضل يا محمد. ألو اتفضل يا محمد. ازي حضرتك يا مستر؟ ربنا يخليك يا محمد اتفضل. بقول لحضرتك يا مستر كنت عايز اسأل حضرتك سؤالين. تحت أمرك يا محمد. كان في سؤال اللي هو نجح محمد علي سياسيا ما لم ينجح فيه نابليون عسكريا. نجح محمد علي عسكريا سياسيا ما لم ينجح فيه نابليون سياسيا. ما لم ينجح فيه نابليون عسكري اللي هو حكم مصر. يعني محمد علي نجح في حكم مصر و سياسيا نابليون ما نجحش فيه عسكريا. محمد علي حكم مصر ازاي؟ ها حكمها بالتأييد العلماء. بجميل في اجتماع دار الايه؟ المحكمة. دار المحكمة. لسه زميلتك بتقول ايه؟ حيث رضي بذلك العلماء
والرعي، وهو الراجل يمكن بذكاء تخلص من الايه، من التحالف المملوكي الانجليزي، وتخلص من الزعامه الشعبيه، وتخلص من المماليك، لكنه بدا ايه بناء القوه الذاتيه. يبقى نجح محمد علي هنا سياسيا وكون جيش وبدا يحارب بره ويعمل شبه امبراطوريه، لكن نابليون بونابرت كانت حملته عسكريه وفشلت. يعني يعتبر فشل. صح. طب سؤال ثاني معلش. ده تحت امرك يا محمد. بيقول لي ما العلاقه بين الحمله الفرنسيه وتولي محمد علي حكم مصر؟ ما العلاقه بين الحمله الفرنسيه وتولي محمد علي حكم مصر وتعيين محمد علي؟ جميل، سؤال جميل. في جزئيه كده اللي هي قبل عدم اطمئنان خورشيد لتوليه محمد علي، اللي هي قوه الشعب المصري. نركزها كده مع بعض، لان السؤال ده جميل وممكن يجي مع اثر. بنقول كده ايه؟ تبلورت الزعامه الوطنيه ايام الغزو الفرنسي ومقاومته. تمام. اتسعت خبراتها السياسيه في الدخول في تجارب الحكم والسياسه مع الحمله الفرنسيه والاطلاع على معارف جديدة. أسهمت الحوادث دي في إيه يا محمد؟ في بروز شخصيات من العلماء والأعيان والتجار، ساعدت في التخلص من المماليك والفرنسيين والإنجليز وتعيين محمد علي. ده سؤال من الأسئلة الجميلة جدا، إيه العلاقة بين الحملة الفرنسية؟ يقوم الطالب دماغه تروح على الفصل إيه؟ الأول. زي ممكن أجي في الفصل الخامس أقول لك ما العلاقة بين الحملة الفرنسية وإيه؟ و استعمار فرنسا لجنوب الجزيره العربيه ومنطقه الخليج. انت تقول لي انا هروح الفصل الاول، لا السؤال ده في الفصل الثاني. اعد لك الاجابه ثاني. اه يا ريت معلش. تمام. انا بطلب من التلفزيون، التليفون معلش. نعم يا محمد. بقول لحضرتك اه معلش عشان الصوت مثال. حاضر حاضر هعد لك ثاني. انت بتلاحظ كده مكتوبه كده تبلورت الزعامه الوطنيه ايام الغزو الفرنسي ومقاومته. تمام. اتسعت خبرات المصريين في الدخول في تجارب الحكم والسياسة والاطلاع على معارف جديدة. أسهمت الحوادث في إيه؟ في ظهور شخصيات من العلماء والأعيان والتجار، ساعدت في التخلص من المماليك والفرنسيين والإنجليز وتعيين محمد علي. تمام يا أبو حميد؟ تمام. أي أسئلة تانية أو أمر تانية اتفضل. الله يخليك. تمام يا محمد كده؟ هدوء كده وتركيز، وان شاء الله تحصل على الدرجات والدرجه النهائيه كمان باذن الله. باذن الله يا محمد، تحت امر. بنكمل كده الجزء الاخير في تونس. بنقول ايه برضو لو انا جيت اربطها بقى بسوريا، لما وقعت فرنسا تحت اقدام الجيوش الالمانيه في سوريا ايه اللي حصل؟ هنقول فرنسا نفسها اتقسمت نصين، عقد المارشال بيتان معاهده مع المانيا، وعمل حكومة اسمها حكومة فيشي تحكم وسط وجنوب فرنسا، والجنرال دي جول كان يقود حكومة من لندن اسمها حكومة فرنسا الحرة، ويرفض الهزيمة ويصر على المقاومة. طيب انا عندي فرنسا عملت شبهين برضو، القت القبض على زعماء الحركة الوطنية في مؤتمر سنة 1946، لسه سائل زميلكم عبد الرحمن على الموافقة على الاستقلال وجاوبه جميل جدا، برافو عليه وبنشكره تاني. هنا نتاج إلقاء القبض بنقول إيه؟ واجهت فرنسا ضجة عالمية. عرضت قضية تونس على الأمم المتحدة سنة 1952، فاضطرت فرنسا للموافقة على الاستقلال في مارس 56 تحت ضغط الكفاح الوطني، الدعم العربي. بس هو هل استقلال فرنسا، استقلال تونس من فرنسا كان استقلال كامل سنة 56؟ لا. ظلت فرنسا محتفظة بقاعدة بنزرت البحرية حتى أخلتها سنة 1963. لو أنا برضو جيت أشوف شبه، وسؤال كان في 2010، إيه نتاج إلقاء القبض فرنسا على زعيمي لبنان بشارة الخوري ورياض الصلح؟ طلبت لبنان بأكملها، وأعلن اللبنانيين تمسكهم بالحكومة والاستقلال، تضامنت البلاد العربية ومعظم دول العالم أولها إنجلترا وفرنسا، اسف انجلترا والولايات المتحده، فاضطر الفرنسيون الى ايه؟ اطلاق سراح المعتقلين، وعادت الامور الى ايدي الوطنيين، وتم الجلاء اخر تمام اخر ديسمبر سنه 1946. معانا محمود من هنا، اتفضل يا محمود. الو، ازيك يا محمود؟ كل سنه طيب. بعدين استاد عندي سؤال. طيب يا محمود تحت امرك، بس معلش ابعد عن التلفزيون شويه. بس
تحت امرك يا محمود. يعتبر عصر الخديوي اسماعيل. نعم؟ يعتبر عصر الخديوي اسماعيل. يعتبر عصر الخديوي اسماعيل امتدادا للحكم المطلق؟ لا، نهاية فترة انتقالية. نهاية فترة انتقالية. منذ ايه؟ في تاريخ مصر الحديث. منذ عام 1863 حتى عام 1879. عصر الخديوي اسماعيل فترة انتقالية منذ يعني الفترة الانتقالية ديت اللي هي بدأت امتى؟ 1840 63 حتى 79. بس السؤال مش منطقي، يعني انا هشرح لك عصر اسماعيل كله؟ قول السؤال تاني كده بعد اذنك يا محمود. يعتبر عصر الخديوي اسماعيل نهاية فترة انتقالية، تمام؟ امتدت منذ ضرب محمد علي في لندن 40. صح. صح ولا لا؟ صح. صح صح. هو اسماعيل حكم 63، لكن الفترة الانتقالية امتدت من ايه يا محمود؟ من ضرب محمد علي في لندن. صح. جميل. يبقى بنقول هنا القيود بتاعت فرماني 41 اللي اخرت استقلال مصر. يتلقى حكام مصر من اسرة محمد علي فرماني التولية. تمام. ثم ايه؟ ناخد كل المعاهدات، نعمل الفلوس باسمه والضرائب، ونرسل ربع الانتاج لمصر. مصر ما يزيدش عدد جيشها عن 18,000 جندي وقت السلم، ولا نبني سفن حربية الا باذن السلطان. صح كده محمود ولا ايه؟ بعد اذنك عندي سؤال ثاني. تحت امرك يا محمود، اتفضل. عايز اعلق على السؤال بتاع محمد من القاهرة. اللي هو؟ اللي هو بتاع النجاح محمد علي سياسيا ما لم ينجح نابليون سياسيا. جميل. هو دايما بس عايز اكد على حاجه محمود ولمحمد برضو، ان الاسئله يا جماعه بتكون لها اجابه محدده في كتاب المدرسه. ممكن اقول اتفضل انا هسمعها. نجح محمد علي في احتلال عكا ونابليون لم ينجح. لا بس خلي بالك هنا، بص محمد قال السؤال، انت مركز معايا ولا لا؟ يعني انت ما قلت السؤال انا مركز معاك قوي. هو محمد قال نجح محمد علي سياسيا ما لم ينجح فيه نابليون عسكريا. ولا ايه؟ انت تعرف ان محمد علي لما راح عكا او لما راح الشام راح عسكريا؟ شو راح لولي عكا قال له رجع لي الست الاف فلاح مصر اللي هربانين من الضرايب وايه؟ الخدمه العسكريه؟ قال له دول رعايا عثمانيين واقعدوا في اي مكان؟ انت معايا يا محمود؟ ايوه معايا. يبقى هو محمد علي خد عكا عسكريا برضه. صح. مش سياسي. صح. السياسه يبقى يا اما بايه؟ بتفاوض، يا اما بمعاهده، يا اما باتفاقيه. لكن محمد علي خد عكا، دخل عكا تمام، وبعدين دمشق القدس، وبعدين دمشق، وتخطى الحدود الشماليه لسوريا وتمركزت قواته في ادنى مفتاح الزحف في الاناضول، وكانت في طريقها الى الاستانة عاصمه الدوله. ولا يا محمود؟ تمام. تمام يا محمود. اي اسئله تانية؟ تسلم. شكرا. انت من هنا نفسها؟ ايوه من دسني. ايه؟ من دسني. احسن ناس، ربنا يوفقك ان شاء الله. عايزين الدرجات النهائيه ان شاء الله. الامتحان سهل ان شاء الله. ربنا مش بايدينا. لكن دايما دايما تتعود كده ان الوزاره دايما امتحاناتها طبقا لمواصفاتها من الكتب المدرسيه. عشان كده بننصح كل اولادنا وبننصح كل الناس نذاكر من الكتب المدرسيه. اما ذاكر من كتاب بس مش مرتبه في الدرس دي. الايه؟ مش مرتبه الكلام فيه. لا ده مرتب وجميل جدا، انت قول اي حاجه وانا ارتبها لك فورا، وبكره برضه لو عايز وبعده لو عايز. ماشي. لا تحت امرك يا محمود. ماشي يا حبيبي. بنبدا بعد كده ب مراكش. الحماية الفرنسية على مراكش. مراكش دي كانت في مطلع التاريخ الحديث في مواجهة استعمارية مع دولتين كبار، اسبانيا والبرتغال. تمام؟ خاضت معركة مصيرية. نمسك المعارك برضو سريعا. انا عندي فصل الاول معركة امباب في ابي قير البحرية. عندي معركة نزيب في التاني. ودي معركة وادي المخازن. معركة وادي المخازن كانت سنة 1578. أحرز المنصور السعدي نصرا مؤزرا أنقذ به شمال أفريقيا، ظلت سبتة ومليلة تحت السيطرة الأسبانية. بعد كده في امتيازات، فرنسا،
فرضت معاهدة امتيازات على سلطان مراكش سنة 1767، ولما اتجهت مراكش للتحديث فرنسا قدمت كل الأدوات السياسية والعسكرية، تحديث مدني وعسكري، وفرضت سيطرتها على بعض المناطق في كولومبو بيشار. نقدر نقول في صفقات في مراكش؟ أو مهدت فرنسا لقبول الدول الكبرى انفرادها بمراكش؟ أنا عندي إيطاليا، إنجلترا، أسبانيا. إيطاليا. معنا ياسر من القاهرة، أهلا يا ياسر. ازيك يا مستر؟ ازيك يا ياسر، كل سنة طيب؟ حضرتك طيب. إيه أخبار الترقية؟ لا جميلة خالص. برافو، وصلت الفصل كام في المراجعة؟ أنا وصلت الفصل السادس. السادس؟ إيه. جميل جميل، ده أنت بقى كده السابع إن شاء الله، وفصل جميل السابع، تقسمه تقسيمة حلوة كده. لا خالص. ها؟ هو مش فصل جميل خالص بصراحة. اللي هو إيه؟ السابع. أجمل فصل في المنهج على فكرة. يا مسهل، يا مسهل، ان شاء الله الدرجه النهائيه كده. ياسر امر ياسر، هو بس في سؤالين معانا. تحت امر، تحت امر. السؤال الاول عايز اعرف تعرض، بيقول لي بما تفسر تعرض مصر لمؤتمرات عديده بعد لمؤامرات لمؤامرات تعرض مصر لمؤامرات استعماريه 56 و67 بعد ثوره يوليو طبعا. اولا مصر كان بتدعم الثورات العربيه. تمام. مصر بترفض الدوران في فلك الأحلاف العسكرية. مصر بترفض التأييد الغربي لليهود. تمام. دي الجزئية قبل الأخيرة في الفصل الرابع، وما جاتش في امتحانات قبل كده. تمام. جميل يا ياسر. في سؤال، تحت في سؤال بس تاني، بيقول لي حد بيقول لي قارن بين حكومة القصر، قارن بين وحكمة لبنان. حكومة القصر، حكومة القصر وحكمة سليمان في العراق. طب دي واحدة بس اللي هي 42 وحكمة سليمان. تمام. جميل. هنا حكومة القصر مين المقصود بها يا ياسر؟ الو. ايوه انا معاك، بقول لك حكومة القصر مقصود بها حكومة مين؟ حسين سري. حكومة حسين سري. ايوه. ايوه تمام. هو الملك كان بيقوله ايه؟ محورين. معلش هو الصوت بيقطع. لا حاضر، الملك انا بقوله اهوت يا ياسر وتسمعني. الملك كان بيقوله محورية، الملك وطبعا الوزراء هتكون معاه، اخرج المظاهرات تهتف الى الامام يا رومل القائد الالماني بعد سقوط بنغازي واقترابها منين؟ من كانت عايزة تقوي قوتها في العراق، اعترضت حكومة حكمة ايه؟ سليمان، وتحمس الضباط العراقيون على امل ان انجلترا هتخسر الحرب والمانيا هتهب لنجدتهم، لكن القوات العراقيه هزمت امام القوات الانجليزيه سنه 1941، لان تحركت قوات كبيره من البصره وقوات اخرى من الاردن. خلاص ماشي. تؤمر يا ياسر، تحت امر. في حاجه تاني؟ لا شكرا. يعني يا ريت برضه يكون زمايلنا سامعين ان ياسر ما شاء الله قدر يقسم اهوت الفصول، ووصل النهارده للفصل السادس، يعني باقي له الفصل السابع. طبعا هو بيمر بكل الاسئله وبكل الاختبارات وبكل الايه الانماط، وربنا يوفقك ان شاء الله يا ياسر. ماشي. المساومات قلنا ايطاليا دي كان اكتر دوله معارضه من جراء المساله التونسيه، عشان كده فرنسا قالت نرضيها بصفقه سنه 1902 تنفرد فرنسا بمراكش مقابل انفراد ايطاليا بليبيا. انجلترا عقدت معها الوفاق الودي، واسبانيا ادتها منطقه الايه؟ الريف اللي هي في الغرب. طيب ايه اسباب عقد مؤتمر الجزيره؟ نفتكر المؤتمرات تاني، الاستانه في الثالث، برلين والجزيره في الفصل الايه؟ في الفصل الخامس. الله، هو مؤتمر الجزيره السنه اللي فاتت كان مؤتمر الاستانه ومؤتمر ثم بعد ذلك المؤتمرات، لو ربطناها مع بعض هنلاقي مؤتمر برلين، مؤتمر الجزيرة، مؤتمر الأستانة. لما اجي اربط مؤتمر هنا بمؤتمر الجزيرة هلاقي هنا مناقشة المسألة. معانا عبد الرحمن من سوهاج، اتفضل يا عبد الرحمن. ايوه يا مستر، اتفضل يا عبد الرحمن. وضح مظاهر التشابه بين الكفاح الوطني في مصر وتونس ضد الاحتلال. الكفاح الوطني، مظاهر التشابه. تمام. يمكن لسه قايلينها من شويه عبد الرحمن، ان بعد الحرب العالميه الاولى
ايوه كانت الحركة الوطنية في مصر او الزعيم الوطني سعد زغلول في هذا الوقت اراد عرض قضية مصر على مؤتمر الصلح، لكن مؤتمر الصلح اقر الحماية البريطانية. برضو في بعض زعماء الحركة الوطنية وان كان الاسم اتشال من الكتاب، عبد العزيز الثعلبي، حاولوا يعرضوا القضية ولقوا مثل ما لقاه المؤتمر او لا مثل ما لقاه الوفد المصري في تونس. تمام يا عبد الرحمن، تحت امرك. يبقى احنا كده نشوف المؤتمر وحادثة اغادير. الفصل سهل برضو، ايطاليا جزئياتها كويسة جدا، احتلال ايطاليا لليبيا. ثم بعد ذلك الفصل السادس هو فصل جميل نركز على مقدمته ونخلي بالنا، واحنا في سايكس بيكو نخلي بالنا من اندلاع الثورة البلشفية. سوريا ولبنان سهلة جدا، وعرضنا برضو النهاردة رفض حكومة باريس للمعاهدتين. ولبنان، العراق جميلة جدا، ربطنا ما بين الحركة الوطنية في العراق بعد معاهدة 30 والحركة الوطنية في مصر. يبقى زي ما زميلنا دلوقتي كان من القاهرة بيقول لنا انه وصل الفصل السادس، يبقى كده تمام. اعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، ان شاء الله بكرة نكمل المراجعات، ويوم الجمعة هتكون المراجعة الاخيرة، مراجعة ليلة الامتحان، مع اطيب التمنيات والتوفيق وإن شاء الله بالنجاح والتفوق بإذن الله.